بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهاردة إن شاء الله هناخد درس بعنوان Influence of Systemic Disorders on the Predonsium. إحنا اتكلمنا قبل كده في الحلقات السابقة أو في الدروس السابقة عن الإتيولوجي أو بريدونتال ديزيز، وقلنا إن الإتيولوجي ده بينقسم إلى حاجتين: سبب رئيسي برايمري كوز اللي هو البكتيريا الموجودة في الدنتال بلاك، وفي سكندري كوز اللي هم الدنتال كالكولس واللوكال بريديسبوزينج فاكتور والسيستميك موديفاينج فاكتورز. في عالم اسمه أرميتاج سنة 1999 طلع كلاسيفيكيشن للبريدونتال ديزيز، وقال ان الكلاسيفيكيشن ده عبارة عن ان احنا بنصنف البريدونتال ديزيز الى تو مين كاتيجوري اللي هي الجنجيفايتس والبريدونتايتس. وقال ان الجنجيفايتس في منها دنتال بلاك انديوس جنجيفال ديزيز ونون دنتال بلاك انديوس جنجيفال ديزيز، يعني ان في بلاك انديوس جنجيفال ديزيز ونون بلاك انديوس جنجيفال ديزيز، يعني جنجيفال ديزيز ناتج عن الدنتال بلاك و جنجيفايتس ناتج مش عن دنتال بلاك، مش سببه الدنتال بلاك. وقال كمان ان البريدونتايتس هم عباره عن 7 كاتيجوري، وان هم عباره عن الكرونيك بريدونتايتس والاجريسيف بريدونتايتس والبريدونتايتس از ا مانيفيستيشن اوف سيستميك ديزيز. نخلي بالنا من رقم 3 دي. وقال كمان ان رابع حاجه نيكروتايزنج بريدونتال ديزيز وابسس اوف بريدونشيوم بريدونتال ليجن اسوسييتد ويز اندودونتيك ليجنز وديفلوبمنتال اور اكوايرد ديفورميتيز اور كونديشنز. جه مشينا على الكلاسيفيكيشن دي من سنة 1999 لحد 2017، وبعد كده طلع واحد عالم اسمه كاتون طلع كلاسيفيكيشن جديدة. قال إن الكلاسيفيكيشن الأولانية دي كان فيها مساوئ. أنت حضرتك اتكلمت عن الجنجيفايتس والبريدونتايتس وما جبتش سيرة الإمبلانت خالص وما اتكلمتش عنده، وفي حاجات كمان ما اتكلمتش عن الهيلثي كونديشنز وعن أثر أو كونديشنز فاكتورز، ففي حاجات كانت في ديفكت في الكلاسيفيكيشن دي. وعملوا الكلاسيفيكيشن الجديده اللي هي بتاعت كاتون 2017 واتنشرت 2018، وقال لك ان احنا هنقسمهم لاربعه كاتيجوري مش اتنين بس، من الجنجيفايتس بريدونتايتس لاربعه كاتيجوري، وهنحط الجنجيفايتس او الجنجيفال ديزيز وكونديشن مع الهيلسي مع البريدونتال هيلسي. وماذا يقصد بالبريدونتال هيلسي دي؟ هو مش بيقصد بيها ان بريدونتال هيلسي بس، لا، الناس اللي اتعالجوا واصبحوا في بريدونتال هيلسي في حاله هيلسي. وقسم كمان تاني واحدة للبريدونتايتس كاتيجوري لوحدها مفيش أي حاجة طب معاها، وقال أذر كونديشن أفكتنج على البريدونشيوم، وكان منها السيستميك ديزيز أور كونديشن أفكتنج على البريدونتال سبوردنج تيشو. شايفين أهيت سيستميك ديزيز أو كونديشنز أفكتنج على البريدونتال سبوردنج تيشو أهي. وعمل طبعا البري إمبلانت لوحدها، بري امبلنت ديزيز لوحدها، وقسمهم طبعا لهيلسي برضك وميكوسايتس وبري امبلايتيتس وبري امبلنت سوفت اند هارد تيشو ديفيشنسيز. النهارده الحقيقه احنا هناخد السيستميك ديس اوردرز اللي هتاثر على البريدونشن وتعمل بريدونتال ديزيز جنجيفايتس او بريدونتايتس بقى على حسب اللي هيحصل. في كلاسيفيكيشن دي سيستميك ديس اوردرز انفلونس على بريدونشيوم، والحقيقه انا دايما اقول ان الكلاسيفيكيشن هي نص الدرس. الكلاسيفيكيشن هي نص الدرس بالظبط. لو جينا نشوف الكلاسيفيكيشن دي هنلاقي ان اول حاجه فيها حاجه اسمها اندوكراين، يعني في حاجات اندوكراين، في حاجات اندوكراين هتاثر على البريدونشيوم، هتعمل بريدونتال ديزيز، هتعمل جنجيفايتس وبريدونتايتس. مين هما؟ الدايبيتس ميليتس والفيميل سكس هرمون. طب وايه كمان؟ الهيماتولوجيك ديس اوردرز اند اميون ديس اوردرز هيعمل مشاكل برضك في الجنجفا والبريدونشيوم. طب مين هم؟ اللوكيميا والليكوسايد ديس اوردرز والليمفوسايد ابنورماليتيز. في كمان دراج انديوز ديس اوردرز للجنجفا والبريدونشيوم، منها حاجه اسمها الانتي كونفالزنت والكالسيوم تشانل بلوكر والسايكلوسبورين الدايلانتين والإبيلات والسايكلوسبورين. دي أدوية بتعمل حاجات في البريدونشيوم أو بتسبب مشاكل في الجنجيفا والبريدونشيوم. وحاجة جيناتيك ديس أوردرز
زي اهلر دانلو سندروم وهايبوفوسفاتيزيا والهيديتوري جينجيفال فايبروماتوزيس وفاميليا اند سايكليك نيتروبينيا وداون سندروم بابيلوم ليفيفر سندروم وشدك هيجاشي سندروم ولوكالايز اجريسيف بريدونتايتس وليكوسايد ادهيجن ديفيشنسيز. طبعا النيوتريشنال ديس اوردرز بتاثر على البريدونشيوم والستريس والسموكينج بيأثروا على البريدونشيوم. تقريبا دي معظم الحاجات السيستميك ديس اوردرز اللي بتاثر على البريدونشيوم. هناخد اول حاجه الاندوكراين ديس اوردرز اند ابنورمال تشينجز. هناخد اول حاجه الدايبيتس ميليتس ونتكلم عنه، وبعدين هنتكلم عن الفيميل سكس هرمونز. ببساطة كده عشان نبسط المواضيع وما نكبرش المواضيع، احنا بعد الاكل، احنا لما مثلا بنتغدى او بنفطر او بنتعشى، فبعد الاكل مباشرة بيروح الاكل للاستومك وبيبدأ عملية الدايجيشن، بيبدأ عملية الهضم، وبعد ما يبدأ عملية الهضم الفود ده بيتحول لجلوكوز. الجلوكوز ده بيروح السيركيوليشن، بيروح البلاد عشان البلاد يوصله للسيلز عشان يحصل تاخد الانرجي والجروس، تحصل لها جروس. ده ببساطه كده. طيب وبعد ما بنخلص حاجه الخليه من اللي هي عايزاه من الجلوكوز، الباقي بيروح يتخزن. طيب مين المسؤول عن انه يفتح باب الخليه ويدخل الجلوكوز جوه الخليه؟ حاجه اسمها الانسولين اللي بتفرزه حاجه اسمها البيتا سيلز في البنكرياس. بيتا سيلز في البنكرياس. الانسولين بيفتح باب الخليه مع المفتاح بتاع الخليه، بيفتح باب الخليه ويدخل الجلوكوز، تاخده الخليه عشان تعمل انرجي ويعمل جروس وتقفل باب الخليه تاني، مش كده؟ تمام. ده العالم لانجرهانز، ده عالم اسمه لانجرهانز، اكتشف جزر لانجرهانز في البنكرياس، وقال ان جزر لانجرهانز دي اللي في البنكرياس موجود فيها تو سيلز، حاجة اسمها ألفا سيلز وبيتا سيلز. ألفا سيل بتفرز حاجة اسمها الكلوكاكون، وبيتا سيل بتفرز حاجة اسمها الأنسولين. الأنسولين بيقلل البلاد جلوكوز ليفل، أما الكلوكاكون بيرفع البلاد جلوكوز ليفل. شفتوا المعجزة؟ مكان واحد، مكان واحد فيه اتنين سيلز، واحدة بتطلع هرمون بيقلل الجلوكوز في البلاد، وواحدة بتطلع هرمون بيزود الجلوكوز في البلاد. إعجاز، حاجة معجزة. يبقى عندنا ألفا سيل اسمها حاجة اسمها الكلوكاكون، الكلوكاكون ده بيرفع البلاد جلوكوز ليفل، هنشوف ازاي دلوقتي. أما البيتا سيلز بتقلل، بتفرز حاجة اسمها الأنسولين واللي هو بيقلل البلاد جلوكوز ليفل. تمام، ده بالظبط اللي بيحصل. ادي الانسولين اهو، ادي الانسولين اهو معاه مفتاح الخليه، بيفتح الخليه عن طريق ريسبتورز، عن طريق ريسبتورز على الخليه. هو ليه ريسبتورز على الخليه؟ يركب فيها ويفتح باب الخليه والجلوكوز يدخل الخليه يستخدم في الجروس وفي الانرجي. طيب خلاص انا خدت كفايتي من الجلوكوز والعمليه انتهت، ايه اللي هيحصل؟ هيروح يتخزن بواقي الجلوكوز اللي انا اكلته، يعني انا اكلت كتير عن زيادتي، فخلاص الجلوكوز الخليه خدته، وتبدا بعد كده يروح يتخزن في الليفر عن طريق حاجه اسمها جلايكوجين. الجلايكوجين تمام، راح اتخزن عن طريق الليفر، وراح خده الليفر وخزنه عن طريق حاجه اسمها جلايكوجين. طيب تاني يوم انا صمت، انا صمت يعني ما اكلتش، او مثلا بذلت مجهود كبير، عندي اكسرسايز وجريت وعملت شغل كتير وما اكلتش، ايه اللي بيحصل؟ بيقولك اللي بيحصل ان الجلايكوجين اللي متخزن في الليفر ده بيتحول لجلوكوز عن طريق الجلوكاجون اللي بتفرزه مين؟ الالفا سيل الموجوده فين؟ في جزر لانجرهانز، مش كده؟ صح كده. طب العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها جلايكوجينوليسيز. انا اسمى الخط بتاع السهم ده لايسز، لايسز اهي، كسر الجلايكوجين الى جلوكوز. طب الجلايكوجين كله خلص وانا ما عنديش حاجه متخزنه في الليفر، انا واحده ما عنديش اصلا حاجه متخزنه في الليفر، خلاص الليفر عنده القدره انه يكون الجلوكوز من الفات والبروتين، من الفات والبروتين.
الفات الفاتي اسيد والبروتين الامينو اسيد عن طريق عمليه اسمها جلايكونيوجينيسيس. جينيسيس دي بتعني ان هو ولد الجلوكوز من الفات والبروتين، يعني صنعه من اول وجديد، انتجه من اول وجديد. لكن لايسيس دي لا، ده هو كسر الكلايكوجين وحوله لجلوكوز. تمام يا جماعه؟ بعد الاكل انا باكل، بيروح الاكل لمعدتي، بيحصل دايجيشن، الفود بيتحول لجلوكوز، الجلوكوز بيروح البلد، البلد بيروح ينقله للخلايا عشان تستخدمه في الانرجي والجروس، البيتا سيل بتطلع بتطلع الانسولين، الانسولين يفتح باب الخليه عن طريق ريسبتورز على الخليه، يدخل الجلوكوز ويقفل باب الخليه، الباقي بيتحول يروح لحاجه اسمها جلايكوجين بيتخزن في الليفر. لو انا صمت تاني يوم او ما عنديش جلوكوز في جسمي او ما اكلتش، الجلايكوجين يتحول لجلوكوز عن طريق عمليه اسمها جلايكوجينوليسيز، عن طريق الجلوكاجون اللي بيفرزه الالفا سيلز الموجوده في البنكرياس. ولو هو ما قدرش او ما عندوش جلايكوجين، هيروح يتحول بعد كده الليفر، يكسر الفات ويكسر البروتين وينتج الجلوكوز عن طريق عمليه اسمها جلايكونيوجينيسيس. كان في حد من زمايلكم عامل الكوميكس دي على الفيسبوك، بس عجبتني جدا ان الناس مش عارفه ايه الفرق بين الجلايكوجينوليسيس والجلايكونيوجينيسيس. يعني في ناس كانوا يعني جميله قوي، انه انا بحب ان احنا الكوميكس تتعمل في الطب، يعني دي حاجه مفيده، يعني حاجه كويسه ان احنا نعمل كوميكس في الطب عشان نسهل الامور للناس. الحاجه الوحيده اللي تقلل البلاد جلوكوز ليفل هي الانسولين. الحاجة الوحيدة اللي تعمل لورز للبلاد جلوكوز ليفل هي الأنسولين، الحاجة الوحيدة. لكن كل الهرمونز التانية ترفع البلاد جلوكوز ليفل. الكاتيكولامينز يرفعها، الجلوكاجون يرفعها، الجروس فاكتور يرفعه، الثيرويد هرمون يرفعه، الكورتيزون يرفعه. كل الهرمونز ترفع البلاد جلوكوز إلا الأنسولين الوحيد اللي يقلل البلاد جلوكوز ليفل في البلاد. نتكلم عن الدايبيتس، نتكلم عن الدايبيتس. الحقيقه الدايبيتس ده سندروم، سندروم يعني بمعنى ان هو ليه كذا عرض، يعني كذا حاجه، كذا مانيفستيشن، ده معنى كلمه سندروم. طيب يعني السندروم ده عباره عن ايه؟ عباره ان بيحصل هايبر جلايسيميا نتيجه لابسوليوت او ريلاتيف ديسيفيشنسي في الانسولين. يعني ايه؟ الانسولين ما بيطلعش، ما بيطلعش فيه من البيتا سيل، في مشكله حصلت فما بيطلعش الانسولين، فالجلوكوز واقف في البلاد ومش عارف يفتح الخليه عشان يدخل فيها، فيبقى هايبر جلايسيميا، زياده في نسبه السكر في الدم. او الانسولين موجود بس عنده ريزيستنس، الكالون معصلج، عارفين لما بتحط المفتاح في الكالون ويعصلج مش عارف يفتح؟ هو ده بالظبط، الانسولين فيه ريزيستنس، يعني في ريزيستنس مش قادر يفتح الكالون عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلايا. بيقول لك ان احنا عندنا ثلاث انواع من الدايبيتس، تايب 1 وتايب 2 وحاجه اسمها جيستيشن دايبيتس. جيستيشن دايبيتس. طب في كومبليكيشنز ال WHO قالتها ان هي بتاعت الدايبيتس ميليتس؟ في 7 والثامنه بتاعتنا. 7 ميديكال والثامنة اورال. طب مين هم السبعة اللي هم مشهورين قوي؟ ريتينوباسي، اي ديزيز، نيفروباسي، كيدني ديزيز، نيوروباسي، نيرف دامج، كارديو فاسكولار، هارت اتاك، سيريبرو فاسكولار، ستروك، انكريز السكسبيليتي تو انفكشنز، والبور ووند هيلينج، وتامن واحدة البريدونتال ديزيز. البريدونتال ديزيز واحده من الحاجات المعترف بيها ان هي الكومبليكيشنز، واحده من الكومبليكيشنز بتاعه الدايبيتس ميليتس، واحده من الكومبليكيشنز المعترف بيها بتاعه الدايبيتس ميليتس بريدونتال ديزيز. لو جينا نعمل مقارنه بين تايب 1 وتايب 2 دايبيتس ميليتس، انسولين ديبندنت ونون انسولين ديبندنت. طيب تايب 1، تايب 1 دي ده عبارة عن إن البيتا سيل انضربت، حصل أوتو أميون ديستراكشن للبيتا سيل، مفيش أنسولين خالص نهائي.
مفيش انسولين النهائي بيتكون، البيتا سيل انضربت باظت ديستراكشن للبيتا سيل. احيانا بيبقى بعد المامبس او فيرال انفكشن بيحصل ديستراكشن للبيتا سيل دي، خلاص ما بتبقاش ايه تقدر تطلع اي حاجه. وطبعا طيب 1 جيناتيك زي ما انتم عارفين، حاجه جيناتيك في العائلات. اما الطيب 2 يعني ايه مشاكله؟ اولا هو جيناتيك بردك، والاوبيزيتي الناس التخان قوي بيجي لهم دايبيتس، ومع مرور الوقت يعني مثلا ممكن ان انت تلاقي مثلا جدك وجدتك عندهم دايبيتس، هو ما كانش عندهم زمان بس مع تقدم العمر جالهم دايبيتس. وحاجه اسمها الان اكتف لايف ستايل، حضرتك قاعد طول النهار بتاكل بيتزا وقاعد ماسك الريموت وعمال تقلب في التلفزيون او عمال تلعب في الفيسبوك، ولا عايز تتحرك من مكانك ولا عايز تقوم ولا عايز تعمل اكسرسايز ولا بتتحرك خالص، وماشي في الكليه ببطء شديد. الان اكتف لايف ستايل ده يجيب دايبيتس، يجيب دايبيتس، خلي بالكوا بقى اتحركوا بسرعه. طيب الانسيدنس بتاع تايب 1 من 5 ل 10، عدد الناس قليلين. اما الانسيدنس بتاع تايب 2 من 80 ل 90%. طيب الايدج، الايدج في تايب 1 صغير، الولد الطفل يعني هو صغير يعني يونج مش كبير. اما في النون انسولين ديبندنت في الميدل ايدج 40 45 50 في الحدود دي. الاونست في تايب 1 اكيوت، اكيوت سادن اونست، بوليوريا، بوليفاجيا، بوليديبسيا، يعني اكيوت. لأما في تايب 2 هو جراديوال. الويت في تايب 1 بتبقى نورمال او ثن، رفيع او شكله طبيعي، لكن في تايب 2 نتيجه للاوبيزيتي اللي بتجيب تايب 2 فبيبقى اوفر ويت. الانسولين ريسبتورز بتبقى نورمال، مفيش ريزيستنس ولا حاجه، لان مفيش انسولين اصلا، لكن في تايب 2 بيبقى فيه ريزيستنس، في انسولين ريسبتورز يعني بتقل فبيبقى في ريزيستنس للانسولين. الكوما بتاعت الكيتو اسيس كوما او الدي كي اي المعروفه باسم الدي كي اي، دايابيتيك كيتو اسيس كوما، ديت كومون في تايب 1 لكن ما بتحصلش في تايب 2 لان في انسولين، في انسولين. تمام. طيب بالعقل كده تريتمنت في تايب 1 هيبقى ان انا اخد انسولين، ما هو البنكرياس ما بتطلعش انسولين فانا هاخد انسولين. طب هنا لا، هنا الناس التخان او الاوفر ويت فهيعملوا دايت، هيعملوا دايت، هينظموا الاكل بتاعهم، وكمان هياخدوا حاجه اسمها اورال هايبو جلايسيميك دراجز. الاي اورال هايبو جلايسيميك دراجز دي هتعمل ايه بقى؟ هتزود السنسيتيفيتي تو ريسبتورز اوف انسولين، هتعمل هتبطل الانسولين ريزيستنس، هتوقف الانسولين ريزيستنس للسيلز عشان تقدر تفتحها وتقدر ايه تدخل الجلوكوز، وتستخدمه كانرجي وجروس. جيستيشن دايابيتس ده سكر الحمل اللي انتوا تسمعوا لو تسمعوا عنه، وده بيجي لاتنين في 5% من البريجنانسي وومن، وهو مشكلته كلها ان هو بينتهي بعد الحمل، بس مشكلته كلها ان هو بري دايابيتيك بيشنت. البيشنت ده بري دايابيتيك بيشنت ليه؟ لان كلهم في خلال 10 سنين هيجي لهم تايب 2. كل دول اللي حصل لهم جيستيشن دايابيتس اثناء الحمل هيجي لهم تايب 2 في خلال ال 10 سنوات القادمه. كل الناس بتسمع دلوقتي عن البري دايابيتس وهم عايزين يشوفوا حل ويكتشفوا الناس البري دايابيتس قبل الدايابيتك بيشنت، لان الدايابيتك بيشنت بيبقى حمل على الاقتصاد بتاع الدوله، وان هو بيكلفه حقنه انسولين والانسولين ده غالي، وان الناس حتى يعني الحاله الاقتصاديه بيأثر عليها لو مرض، يعني المرض نفسه بيأثر على الحاله الاقتصاديه بتاعه البلد اللي هم عايشين فيها. فالناس كلها نفسها دلوقتي تكتشف البري دايابيتس وتعالجه قبل ما يوصل لمرحله الدايابيتس. الامبيرد جلوكوز دورانس والامبيرد فاستنج جلوكوز هما البري دايابيتس. يعني ايه؟ يعني مثلا الامبيرد جلوكوز دورانس ده يعني من اسمها هو بياكل بعد الاكل فبيجيله دايابيتس، لكن طول الوقت التاني وهو مش واكل نورمال جلوكوز ليفل. طب الامبيرد فاستنج جلوكوز من اسمها وهو صايم او مش واكل او جعان بيبقى السكر عالي في الدم، لكن بعد ما ياكل خلاص الموضوع انتهى. تمام؟ تمام. نقولها تاني.
امبيرد جلوكوز تورانس وامبيرد فاستنج جلوكوز. الامبير جلوكوز تورانس الراجل ده نورمال في كل الاوقات، بس لو كان لارج جلوكوز لود هيبقى ايه؟ هايبر جلايسيميك. من اسمه جلوكوز، كال جلوكوز فبقى هايبر. اما للتانية هو في الفاستنج هو هايبر ايه؟ جلايسيميك. خلاص يا جماعه. طب ايه مشكلتهم دول؟ مشكلتهم دول ان انت لو ما خدتش بالك منهم او ما بداتش تتعامل معاهم كمرضى بدايه مرض، هيتحولوا في خلال 10 سنين لدايابيتك بيشنت، ودي مرحله احنا مش عايزين نوصل لها. مرحله مش عاوزين احنا نوصل لها، مش عاوزين نوصل لها. ومشكله الناس دي على فكره بتبقى انكريز الانسولين ريزيستنس، يعني هم عندهم جلوكوز بيتفرز من البيتا سيل وكل حاجه، بس في زياده في الانسولين ريزيستنس. عايز اقول لكم شويه معلومات بسيطه بس عن تايب 2 اللي هو النون انسولين ديبندنت، اللي هو البنكرياس بيطلع الانسولين بس في ريزيستنس للانسولين. خلي بالكم، عايز اقول لكم شويه معلومات. اولا هو طبعا عنده ريزيستنس للانسولين، ودي انا قلتها خلاص مفيش مشكله. بيقول لك ان الليفر بيحاول يفرز الجلوكوز، يكسر الفات ويكسر البروتين ويحوله لجلوكوز. ليه؟ لان الخلايا عماله تصوت جعانه، الجلوكوز ما دخلش لان في انسولين ريزيستنس، فبيبعت اشارات للليفر يقول انا جعانه، انا عايزه جلوكوز عشان الجروس وعشان الانرجي. فالليفر عمال شغال ايه؟ عمال ايه؟ يكسر فيه الفات والبروتين عشان يكون الجلوكوز. كمان في حاجه مهمه جدا، الخلايا بتبعت اشارات للبنكرياس تقول لها انا جعانه، فهي عايزه تفرز انسولين عشان تفتح الخليه عشان تدخل الجلوكوز، هي ما عندهاش إيه؟ يعني خلفيه عن اللي بيحصل. فالبنكرياس يقوم فارز انسولين مع ان الانسولين موجود وفرزه قبل كده، فده بيأثر على على البنكرياس بعد فتره وبيقل انتاج البنكرياس من الانسولين. يعني بيشتغل كتير فبيتعب، ففي الاخر بيقل انتاج الانسولين من البنكرياس. تمام. الاوبيزيتي بتزود الريزيستنس للانسولين، فعشان كده لما بنعمل دايت وبنعمل ويت لوس بتحسن الحاله بتاعه تايب 2 دايابيتس. نشوف الفيلم ده مع بعض كده. Diabetes type 2 is the most common form of diabetes. Although it can occur at any age, it is more common in people who are overweight, sedentary, and over middle age. Glucose is the main source of energy for body cells. When blood sugar levels rise, as is normal after a meal, the pancreas gland, located behind the stomach, secretes the hormone insulin. Insulin enters and circulates in the blood and acts on the insulin receptors present in muscle, fat cells, and other tissues of the body. Binding of insulin to these receptors causes the glucose transporters to come to the cell surface. This facilitates the entry of glucose into these cells. In diabetes type 2, the production of insulin is low, and sometimes there may be resistance to insulin. The circulating insulin fails to facilitate the absorption of glucose into the cells and to keep the blood glucose level at optimum levels. This results in the rise of blood glucose levels. The excess in blood glucose reacts with proteins in tissues to form what are known as advanced glycation end products, or AG. عشان بس ما نقولش حاجات تانية في الدرس احنا لسه ما قلناهاش، نمشي خطوة خطوة. شفتوا الأنسولين لما ركب في الريسبتورز والخلية ما فتحتش؟ أنسولين ريزيستنس، حصل أنسولين ريزيستنس، مقاومة، الكالون معصلك مش عارف يفتح الباب، مش عارف يفتح الباب. نتكلم عن الدي كي إيه، الدايبيتك كيتو أسيتوزيس. الدي كي إيه الحقيقة إن إحنا دلوقتي البنكرياس ما بيفرزش أنسولين، الجلوكوز مش عارف يدخل السيلز، قاعد بره في البلد، مش كده؟ مش عارف. الخلية عمالة تصوت تقول أنا جعانة، هيقوم الفات الليفر يكسر الفات يحوله حاجة اسمها جليسرول وفاتي أسيد. الجليسرول هيتحول لجلوكوز ويستخدمه الخلية، الفري فاتي أسيد ده هيتحول لكيتونز، يبقى الكيتونز هيزيد الليفل بتاعه في البادي. حلو قوي. الكيتونز ده حاجه مش كويسه عايزه تنزل،
بس عشان تنزل تحصل لها اكسكريشن، هيحصل لها اكسكريشن ازاي؟ هتاخد جزء كبير من الميه وتنزل في اليورين، مش كده؟ جزء كبير من الميه وتنزل فين؟ في اليورين، تمام. وهتصاحب معاها ال ان ايه، وحاجه كمان اسمها ها ايه كمان يا جماعه؟ ال ان ايه والبوتاسيوم، الصوديوم والبوتاسيوم هياخدهم معاهم وينزل، فيحصل حاجه اسمها الكتروليتيك لوس، مش كده؟ لوس للايه؟ للصوديوم والبوتاسيوم، تمام. طيب ايه كمان؟ ايه اللي هيحصل كمان؟ ايه مشكله الموضوع ده كمان؟ مشكله الموضوع ده كمان ان اللي في حاجه اسمها HCL في الاستومك، فالناس اللي عندهم الدي كي ايه بيرجعهم ماشي، بيرجعهم، فهم بيرجعوا HCL معاهم، فالهيدروجين ايون هيقل، الهيدروجين ايون من كتر ترجيع ال HCL الهيدروجين ايون هيقل، هيحاول الجسم يعوض بحاجه اسمها البايكربونيت، يستهلك البايكربونيت عشان يعادل اللي حصل ده، يعادل اللي حصل ده، فيحصل ايه؟ ديفيشنسي في البيكربونات بفر سيستم. تاني، الجسم البنكرياس مش قادر يخرج الانسولين، الانسولين مش قادر يدخل الجلوكوز جوه الخليه، الخليه صوتت وقالت انا جعانه، راح الليفر كسر الفات لفاتي اسيد وجليسرول، الجليسرول اتحول لجلوكوز والفاتي اسيد اتحول لكيتون، الجسم عايز يتخلص من الكيتونز، مش عايزه، خطر عليه، فيحصل يلم الميه اللي في الجسم ويخرج في اليورين. وعشان كده الناس دي بيحصل لها شويه حاجات لازم تعرفوها، بولي ديبسيا، بولي فاجيا، بوليوريا. يعني هو سبب البوليوريا هنا دي ايه؟ ان الكيتون موجود فعمال الجسم يلم الميه وينزل، فبيحصل حاجه اسمها بوليوريا، بوليوريا، تمام. طب والبولي فاجيا، البولي فاجيا دي اللي هي بياكل كتير، أصل الخلية حاسة إنها ما فيهاش جلوكوز، فهو حاسس إن هو جعان، لأن الأنسولين مش قادر يدخل لها الأكل، فبيحصل بولي إيه؟ فاجيا، مش كده؟ طب والبولي ديبسيا؟ طب ما أنت عمال تلم المية من جسمي وتنزل، ما عشان كده أنا عطشانة. بولي يوريا، بولي فاجيا، بولي ديبسيا، خلي بالكم، وأسبابها معروفة. البولي يوريا عشان الجسم عمال يلم الكيتون وياخد الميه وينزل بيها، طب هو عطشان ليه؟ عشان هو سحب الميه من جسمي كلها وحصل دي هايدريشن. طب وايه كمان؟ كمان انا جعانه لان الخليه مش حاسه انها الجلوكوز داخل لها، لان الانسولين مش موجود عشان يدخل الجلوكوز. طيب نرجع هنا تاني، بعد ما بيحصل كل الحاجات دي وبيحصل ان الجسم بيدخل في حاجه اسمها الدايبيتيك كيتو اسيز كوما. الدايبيتيك كيتو اسيز كوما، طب ايه حكايتها دي؟ حكايتها ان بيحصل سي ان اس توكسيستي، وممكن توصل ليه ان هو يحصل له ديس، وانا شفت ناس كتير ماتت بالدي كي ايه كوما، انا قابلتهم شفتهم في حياتي، ناس كتير ماتوا من ارتفاع سكر في الدم وبيحصل اللي هو الكوما. طب ايه اللي بيخلي الدايبيتيك كيتو اسيز كوما تتكون؟ الاستريس، الانفكشن، الهايبر جلايسيميا، والانادكويت انسولين، واكسسيف جلوكوز انتيك، كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل دايبيتيك كيتو اسيز كوما دي كي اي، الدي كي اي. طيب الصوره دي جميله جدا، بيقول لك ده انهي نوع من الدايبيتس؟ الصوره دي نورمال، هو بيدوا له جلوكوز والخليه بتاخده، لكن هنا الجلوكوز اهو، الجلوكوز اهو، والانسولين واقف مش عايز يدي الخليه، مش عارف يدخل الجلوكوز للخليه، ده اسمه تايب 2، يعني ال الكومكس دي او الحاجه دي تايب 2، لان الانسولين موجود، وقدام الانسولين موجود وبس هو معصلج، المفتاح معصلج مش عارف يفتح الخليه، يبقى ده انسولين ريزيستنس، يبقى دي تايب 2. ازاي اعمل دايجنوز للدايبيتيك بيشنت؟ عن طريق حاجتين، كلينيكال وسبيسيفيك لابوراتوري فيندنجز. والكلينيكال اللي احنا قلنا عليها، بوليوريا، بولي فيجيا، بولي ديبسيا، ويكنس، ونامبلس، اند ويت لوس، دي الكلينيكال. طيب واللابوراتوري انفستيجيشنز؟ اللابوراتوري انفستيجيشنز احنا خدناها قبل كده في الدايجنوزس، وهم عباره عن فاستنج اند كاجوال بلازما جلوكوز تيست، اللي هو صايم وبعد الاكل بساعتين، عارفينه ده؟ صايم وبعد الاكل بساعتين، فاستنج وبوست برانديال. طيب الفاستنج ده ايه؟ لازم يبقى اقل من 110،
والبوست برانديال يبقى اقل من 140. اكتر من كده يبقى هو دخل في دايبيتك. احنا خدنا حاجه مشهوره قوي اسمها الجلايكيت هيموجلوبين. الجلايكيت هيموجلوبين ده كنا قلنا ان الهيموجلوبين بيرتبط بالجلوكوز فتره عمر خليه الدم الحمراء، فاكرين الكلام الار بي سيز، فبيشوف الفولو اب او الراجل ده كان مينتنانس ولا كان مظبط السكر بتاعه في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا، يعني فولو اب متابعه لحاله المريض ده. بس احنا قلنا لا، زي ما قلنا الجلايكيت هيموجلوبين ما يقدرش يشخص الحاله بتاعت الدايبيتس من البدايه، لكن هو ايه، فولو اب، متابعه لحاله الدايبيتس. بيقول لك ان النورمال جلايكيت هيموجلوبين هو اقل، لازم يبقى اقل من 6، اقل من 6. في تيست اسمه فروكتوزامين تيست، ده بتاع جيستيشن دايبيتس، وبيقول لك ان هو بيشوف حاله الكنترول بتاع الجلايسيميك كنترول في خلال من 2 ل 4 اسابيع، والنورمال رينج بتاعه من 2 ل 2.8 ملي مول لكل لتر. في طبعا الناس كلها دلوقتي في البيت بتعمل الجلوكوميترز، دي معروفه قوي، الجهاز بتاع قياس السكر ده اللي هو بشريطه وبتتحط وبتاخد نقطه من دروب من الكابيلاري بلاد من الفينجر وبتقيسه في ثانيه، يعني بتقيسه بسرعه جدا. وفي طبعا بره مصر بيوزعوه على مرضى الدايابيتك بيشنت، واعتقد ان مرضى الدايابيتك بيشنت والهايبرتنسيف بيتعالجوا مجانا، انا عارفه الموضوع ده مؤكد، وبيوزعوا عليهم الاجهزه دي والشرايط وكل حاجه، وبيقيسوه 3 مرات في اليوم، وفي كنترول على موضوع الدايابيتك بيشنت جدا. في كمان الراندوم بلاد جلوكوز ليفل اللي هو النورمال اقل من 200، يعني تقيسه في اي وقت، تقيسه في اي وقت في النهار وفي الليل هتلاقيه اقل من 200. طبعا في حاجه اسمها بيبر ستريبس، يعني شرايط كده، شرايط بتيجي في علبه كده، وطبعا انت بتاخد الشريطه بتحطها اذا كانت في البلاد او في اليورين، ففيها شويه الوان كده، فعلى حسب اللون اللي بيظهر بيبقى انت عندك يعني دايابيتك ولا لا، على حسب الشريط او اللون اللي بيظهر. وفي حاجه عندنا اسمها تيكسترو ستيك، دي بتاعه الجلوكوز في البلاد، وكليني ستيكس دي بتاعه الجلوكوز في اليورين. لو الجلوكوز زاد قوي فبيظهر في اليورين، ممكن اشوفه في اليورين وبعمل حاجه اسمها جلوكوز يوريا، والكيتون يوريا كمان ممكن اشوفها، في اشوف الكيتون في اليورين، يبقى ممكن اشوف الجلوكوز في اليورين وممكن اشوف الايه الكيتون في اليورين. في حاجه مهمه قوي خدناها زمان في الدايجنوزس، حاجه اسمها الاورال جلوكوز تورانس تيست، ده مهم جدا، بيقول لك بتخلي العين يلخبط الدنيا لمده 3 ايام، فاكرين ياكل اي اكل واي شرب واي حاجه، وبعدين تصومه من 10 ل 16 ساعه، وبعدين تديله 75 مللي 75 جرام جلوكوز، وبعدين تقيس كل 30 دقيقة 4 مرات لمدة 2 ساعة. يعني مثلا أنا اديته أهو 75 جرام جلوكوز الساعة 10، 10:30 هقيسه، وبعدين 11 هقيسه، وبعدين الساعة طبعا هقيس مرة في البداية، هقيس مرة في البداية، في البداية خالص اللي هو فاستنج وهو صايم، وبعدين هقيسه بعد 30 دقيقة من أخذ 75 جرام، وبعدين بعد ساعة، وبعد ساعة ونص، وبعد 2 ساعة، فيبقى عندي 4 قراءات، في الأربع قراءات دي هاخد الإيه المتوسط بتاعهم، وده إحنا حكيناه في الدايجنوزس. طب عايزين نشوف الأورال مانيفستيشنز بتاعة الدايبيتس، هل ليه أورال مانيفستيشن؟ آه ليه أورال مانيفستيشن. ليه أورال مانيفستيشن؟ طب أول أورال مانيفستيشن الزيروستوميا، الدراي ماوس. طب ليه؟ ليه الناس اللي هم عندهم دايابيتس عندهم زيروستوميا؟ اولا لانهم بيلموا كل الووتر اللي موجود في الجسم عشان يتخلصوا من الكيتون وينزل في اليورين، بوليوريا اكسسيف ووتر لوس ان يورين، صح. طب وايه كمان؟ نيوروباسي اوف ذا اوتونوميك سيستم ديكريز السليفري سكريشن، يعني ايه؟ مش السليفري سكريشن دي لها نيرف بيقول لها افرزي اعملي سكريشن للسلايفا، ده النرف ده عنده نيوروباسي تعبان فمش قادر يدي الاوردر او يشغل السليفري جلاند انها تفرز السكريشن، فبيحصل ايه؟ انها ما تفرزهاش. طب وايه كمان؟ الادويه. الادويه بتاعه الهايبوجلايسيميا اللي الشخص بياخدها دي، الميديكيشنز دي بتعمل ايه؟ زيرو استوميا. كمان بيقول لك انلارجمنت اوف ذا باروتيد جلاند due to alternation in the basement membrane of parotid duct.
بيحصل ان تشينج في البيزمنت ميمبرين بتاع الباروتيد داكت، فبيؤدي الى حدوث سويلنج بالمنظر اللارجد او تكبر الباروتيد جلاند. برنينج ماوس سندروم ده واحد من الحاجات المشهوره جدا او اعراض مشهور جدا للدايابيتس. حتى لما بيجي بيشنت يقول لي انا حاسس ان بقي بيحرقني، اقول له روح اعمل دايابيتك تيست كده، يعني اعمل تيست للدايابيتس، فبيطلعوا دايابيتك. واحنا اكتشفنا ناس كتير جدا دايابيتك بيشنت من عياده الاورال ميديسين. يعني ناس كتير قوي اكتشفناهم ان هم عندهم دايابيتك بيشنت من السنان، هي اللي اكتشفتها، عياده الاسنان هي اللي اكتشفتها. يعني انا قلت لناس كتير قوي روحوا اعملوا تحليل سكر، وهم رجعوا قالوا احنا عندنا سكر، وهم ما كانوش يعرفوا ان هم عندهم سكر. فالبرنج ماوس سندروم ده حاجه بتحسي اريتيشن في الاورال ميكوزا كلها، وبرنج ماوس كده في الاورال ميكوزا معاه الطنج كمان، وده نتيجه للبريفرال نيوروباسي. البريفرال نيوروباسي طبعا التر دو الوند هيلينج نتيجه الاسروسكلروزس. كل الناس عارفه ان الدايابيتك بيشنت عندهم اسروسكلروزنج ناروا في الفيزلز، الناس كلها عارفه كده. طب انا لما اخلع سنه، طب ما هو البلاد اللي بيجي ده هو اللي بيعمل الهيلينج، ده البلاد ما جاش، البلاد ما جاش عشان يعمل الهيلينج، فيحصل ايه؟ الترنيشن في الووند هيلينج. الناس بقى قعدوا يقول لك هو عنده كيرز ولا ما عندوش كيرز بتاع الدايابيتس ده. ناس قالوا ده عندهم كيرز، وناس قالوا ما عندهمش كيرز. الناس اللي قالوا ما عندهمش كيرز كان عندهم ايفيدنس. ايه هي الايفيدنس او البرهان او الدليل؟ الدليل بيقول لك ان هم عاملين ليميتيشن للانتاج بتاع الكربوهيدرات. الراجل قال لهم انتوا ما تاكلوش كربوهيدرات، ما تاكلوش رز، ما تاكلوش عيش، ما تاكلوش حاجات دي. فطبعا هم عاملين ليميتيشن للحاجات دي، فبالتالي الكيرز ما جاش. الناس التانيه قالت لك لا، ده ممكن يزيد. طب يزيد ليه؟ لان عند الراجل ده عنده زيروستوميا، والزيروستوميا ما فيش سلايفا، ما فيش سيلف كليننج، فهتزود ايه؟ هتزود الموضوع. كمان الناس كلها قالت يعني في موضوع الكيرز ده ان الجلوكوز موجود كتير قوي في الاورال كافيتي وفي السلايفا، فممكن ان البكتيريا تتغذى عليه. كمان من ضمن الاورال مانيفستيشن انكريز الانسيدنس اوف كانديديازيس ان بيشنتس ويز دايابيتس. طبعا ما هو عنده زيروستوميا، وادام مفيش سلايفا يبقى مفيش امينوجلوبلين ايه، وامينوجلوبلين ايه الخط الدفاع الاول بتاع الكانديدا، بيمنع الاديجن بتاع الكانديدا. فاكرين الكلام ده؟ بيمنع الاديجن بتاع الكانديدا، فبالتالي هو هيجيله كانديدا، لان الامينوجلوبلين ايه مش موجود اللي بيمنع الاديجن بتاع الكانديدا. كمان عندنا الميديوم نوموتكولوسايتس، نوع من انواع الكانديدا انفكشن، وده موجود طبعا مشهور جدا في دايابيتك بيشنت. عندنا الالدر تيست سنسيشن، عندنا الزيروستوميا طبعا احنا قلناها، والكانديدا انفكشن قلناها. الحاجات المشهوره قوي في الدايابيتك بيشنت الريكرنت بريدونتال ابسس والجنجفايتس والبريدونتايتس. لما تلاقي شخص عنده بريدونتال ابسس ومفيش سبب، بريدونتال ابسس ومفيش سبب، وريكرنت بريدونتال ابس كل شويه، قول له اعمل تحليل سكر كده هيطلع عنده سكر. طيب ازاي بقى الدايابيتس بيعمل جنجفايتس وبريدونتايتس؟ ازاي الدايابيتس يعمل جنجفايتس وبريدونتايتس؟ ازاي؟ ايه اللي هيخلي الدايابيتس يعمل جنجفايتس وبريدونتايتس؟ اكيد في ميكانيزمز، اكيد في ميكانيزم، مش كده؟ اكيد في ميكانيزم هتخليه يعمل جنجفايتس وبريدونتايتس. احنا بقى عايزين نعرف ايه الميكانيزم اللي هتخليه يعمل جنجفايتس وبريدونتايتس. في حاجه بتتكون في جسمنا اسمها اي جي ايز، جلايجيشن اند برودكتس، اي جي ايز هي معروفه بالاسم ده، اي جي ايز. بس الاي جي ايز في جسمنا في النورمال حاجه صغيره قوي، حاجه بسيطه قوي، لكن في الناس الدايابيتك عاليه جدا تكوين اي جي ايز بدرجه كبيره. طيب يعني ايه اي جي ايز وايه اللي بيحصل وايه الحكايه دي؟ بيقول لك البروتين ممكن يتفاعل مع الجلوكوز في عدم وجود انزيم، يعني مش لازم انزيم عشان يدخل التفاعل، ويتحول لحاجه resulting in accumulated حاجه اسمها glycation end products. يبقى البروتين بيتحد مع الجلوكوز
فعملية نون انزيماتيك، ملهاش انزيم، مفيش انزيم بيدخل التفاعل، نون انزيماتيك جلايكوزيليشن resulting in accumulated glycate in the products الاي جي ايز. طب ما يتكون الاي جي ايز؟ لا، ده لو اتكون الاي جي ايز هيتأثر على ثلاث حاجات. مين هم الثلاث حاجات؟ الفاسكولار اندوثيليوم والكولاجين ميتابوليزم والمونوسايت فانكشن. يعني هيأثر لي على البلد، وهيأثر لي على الاميونيتي، وهيأثر على الكولاجين. دي كارثه، دي كارثه. طب ايه بقى؟ عايزين نعرف الميكانيزم بتاع الدايبيتس الفورمولانس على البريدونشيا. بيقول لك في اربعه ميكانيزم حددوهم ان هو الدايبيتس بيأثر على البريدونشيا. اول حاجه بكتيريال اسوجينيسيس، بريدونتال فاسكولاريتي، الترد الهوست ديفنسز، الترد الكولاجين ميتابوليزم. طب ممكن تقولي لنا واحده واحده كده، تكلمينا عن واحده واحده كده. بيقول لك ان البكتيريا باثوجين، او البكتيريا نظريه البكتيريا الميكانيزم في الدايبيتس، بيقول لك تشينج مش كواليتي، كواليتي يعني العدد بتاع البكتيريا ما بيزيدش، لكن الكواليتي بتاعت البكتيريا بتتغير. الكواليتي بتتغير. طب بتتغير ناحيه ايه؟ باثوجينيسيس، كابنوسيتوفاجا سبيشيز، بيجنج فاليز، بروفيتيلا انترميديا، الاجريجاتي باكتر اتمسي كومتنس. فاكرين كل ده بيقول لك موجود بعدد كبير جدا في تايب 1 دايبيتيك بيشنت، وتايب 2 كمان فيها بروفيتيلا انترميديا، بروفيميز جنجفاليس، كامبايلو باكتر ريكتس. كل دي عزلت من تايب 2 دايبيتس. يبقى شفت ناحيه الباثوجينيك بكتيريا. حصل ايه؟ شفت ناحيه الباثوجينيك بكتيريا. الباثوجينيك بكتيريا الجرام نيجاتيف انيروبيك هي اللي بقت موجوده، فبالتالي يحصل ديستراكشن اكتر وجنجفايتس بريدونتايتس اكتر. طب بالنسبه للفاسكولاريتي، بالنسبه للبريدونتال فاسكولاريتي، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه غريبه جدا. الاي جي ايز اللي احنا اتكلمنا عنها، بتبدا تدخل على الجدار بتاع الفيزلز اهو، بتدخل في جدار الفيزلز، يحصل لها اكوموليشن في الجدار بتاع الفيزلز مع الكولاجين، طيب. طب وبعدين ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل كمان ان يحصل انكريز للسكنس بتاع الفيزلز وول، زي ما احنا شايفين كده، هيزيد السكنس بتاع الفيزلز وول. طيب والسكنس ده لما يبقى كبير كده، طب ما البلاط مش هيعرف يمشي، طب ما البلاط شايل الاكسجين، الاكسجين مش هيعرف ايه يودي الاكسجين للخلايا، طب مش هيعرف يشيل الاكل ويوديه للخلايا، ده العمليه كلها هتبوظ، يبقى الاي جي ايز بيتراكم فين؟ جوه مع الكولاجين بتاع البلاط فيزلز. طب وبعدين بيحصل سكننج للبلاط فيزلز، الاكسجين ريفيوجنز والنيوتريشنال ترانسبورت بيفشل، ما بيبقاش قادر يوصل ولا الاكل ولا الاكسجين للمكان اللي هو عايز يروح فيه. تمام. طب وايه كمان؟ في حاجه اسمها اللو دنسيتي لايبوبروتين، اللي هي الدهون غير مشبعه اللي بتسمعوا عنها دي، لو دنسيتي لايبوبروتين دي كمان بتروح وتعمل اسيروما، تضيق اكتر. اللي انتم شايفينه دول اسيروما على فكره، الحته الكبيره دي، وتضيق البلاد فيزلز وما يقدرش برضك يوصل منه البلاد. تمام. طيب في حاجه كمان، الريسبونس للبريدونتال باثوجين بيبقى ضعيف جدا في البريدونشيم، في الفيزلز بتاعت البريدونشيم، نتيجه لايه؟ ليه؟ ان البلاد سبلاي ما بيبقاش واصل، والريبير كمان بيبقى صعب جدا. يبقى ده بيأثر على البريدونتال باثوجين، بيأثر على الريبير بتاع التشو اللي هي بريدونتال تشو. طب نبص كده نتفرج ايه اللي بيحصل. AGEs affect nearly every type of cell and molecule in the body and can cause long-term damage to the tissues due to their irreversible formation and extremely long half-lives. The excess accumulation of AGEs will lead to faster aging and may accelerate the onset of many age-related diseases such as diabetes, renal failure, atherosclerosis,
and Alzheimer's disease. In particular, AGEs play a pivotal role in the cardiovascular complications of diabetes and renal failure. In diabetic patients, the rise in sugar level will generally lead to an abnormal accumulation of AGEs. The excess of AGEs will accelerate the development of cardiovascular complications through the initiation of a wide range of abnormal responses in cells and tissues, such as inappropriate expression of growth factors, alteration of growth dynamics, accumulation of extracellular matrices, promotion of vasoregulatory dysfunction, and initiation of death pathways. In renal failure patients, chronic inflammation will create AGE. شفتوا البلود سبلاي هيقل قد ايه؟ يبقى احنا اتكلمنا عن الشيفت ناحيه الباثوجينيك بكتيريا، وكمان تاني حاجه بيغير التر الفيزلز، بيحصل اثيروسكلروزس واثيروما، وده كله بيأثر على ان الاكسجين والنيوتريشنال، بيأثر على الريبير بعد كده بتاع البريدونشيم، مش كده؟ تالت ميكانيزم هنتكلم عنها هي التر الهوست ديفنسز. طيب ايه اللي بيحصل في الهوست ديفنس في الاميونتي؟ ايه اللي بيحصل؟ فاكرين النيتروفيل لما كانت بتاخد اشاره كيموتاكسيز وبعدين بتهاجر، فاكرين، وتعمل ادهيرنس للبلود فيزلز على الاندوثيليال، وبعدين بتروح تعمل ميجريشن وتعمل فاجوسيتوزس، كل ده بايظ في الدايبيتك بيشنت، كل ده بايظ، الفانكشن بتاعت النيتروفيل واقفه تماما، خط الدفاع الاول بتاعي واقف تماما، خط الدفاع الاول واقف، النيتروفيل مش هتطلع تدافع عني، ولا بتاخد كيموتاكسيس، ولا بتعمل ادهيرنس، ولا بتعمل فاجوسيتوز، ما بتعملش حاجه خالص، واقفه تماما عن العمل، ودي مشكله كبيره جدا. كمان بيقول لك الفانكشن بتاعت المونوسايت والماكروفاج امبيرد. طب امبيرد دي معناها ان المونوسايت والماكروفاج ما بتشتغلش ولا بتشتغل؟ لا، في ناس قال لك انها بتشتغل كتير. فالماكروفاج والمونوسايد لما يشتغلوا كتير، انتوا عارفين الماكروفاج دي بتاعت الانفلاميشن، فاكرين ولا مش فاكرين؟ التي هيلبر، فاكرينها؟ تي هيلبر ايه؟ 1 ولا 2؟ ها فاكرين؟ واحده بتعمل اوركسترا للبي سيل عشان تطلع الايه؟ الانتي بوديز، وواحده بتشغل الماكروفاج، فاكرين الكلام دوت؟ ده بيقول لك لا، ده هم هايبر ريسبونس، ده بتشتغل كتير وتطلع انفلاميشن كتير وتطلع سيتوكاينز وبتقلب الدنيا وتعمل بون ريزوربشن، بتبهدل الدنيا. بس خلي بالك الامينوجلوبلين زي ما هي، ما فيهاش اي الترنيشن، يعني الامينوجلوبلين اي بتتفرز، الامينوجلوبلين جي بتتفرز، الامينوجلوبلين ام بتتفرز، ما فيش اي مشكله فيها، لكن المشكله كلها في السيلز بتاعه الاميون سيستم. طب والكولاجين؟ الكولاجين بقى ده حكايته حكايه، الكولاجين ده حكايته حكايه. بيقول لك الكولاجين ده العنصر الاساسي في البريدونشيوم، البروتين الاساسي في البريدونشيوم، طبعا كلنا عارفين كده ان هو البروتين الاساسي في البريدونشيوم. طيب احنا كنا خدنا في درس الاناتومي الاميونيتي ان في حاجه اسمها تيرن اوفر، فاكرينها؟ ودي واحده من الميكانيزم بتاعت ايه؟ الديفنس ميكانيزم، ان بيحصل تيرن اوفر، بيقع الخلايا القديمه ويحل محلها خلايا جديده، يحل يقع الخلايا وهكذا، مش كده؟ العمليه دي ما بتحصلش في الدايبيتس. ليه؟ ايه السبب؟ هقول لكم السبب. الكولاجين القديم اللي موجود بيتحد مع الاي جي ايز، بيتحد مع الجلايكيشن اند برودكتس، وبيكونوا مركب كبير ماكرو مولكيولز بيقاوم الديجريديشن، بيقاومها، ما بيحصلش ديجريديشن، يعني ما بيحصلش الريبير العادي ان ده يموت وده يحل محله، ده يموت ويقع التيرن اوفر، التيرن اوفر وقف هنا في الدايبيتك بيشنت، وقف ما بقاش يشتغل. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ الكولاجين اتحد مع الاي جي ايز، كونوا ماكرو مولكيولز غير قابله للديجريديشن، بتقاوم الديجريديشن، مش قادره تحصل لها ديجريديشن. طب هو هيعمل ديجريشن لمين بقى؟ للكولاجينز الجديد. شفتوا المصيبة بقى؟ الكولاجين الجديد اللي لسه متكون، النيو كولاجين، النيو كولاجين، ودي كارثة. النيو كولاجين اللي هو هيحل محل القديم هيتحصل له، هيتاكل، ماشي يا جماعة، هيحصل له هيطلع الكولاجينيز يكسره، وكمان الكولاجين القديم هيفضل موجود، فعملية الريبير هتبقى فاشلة جدا، عملية الريبير هتبقى فاشلة جدا.
بيقول لك ان الدايابيتك بيشنت بيطلعوا ماتريكس ميتالوبروتينيز اللي هو زي الكولاجينيز، واحنا خدنا الكلام ده في الاول خالص في الباثوجينيسيس، بكميه كبيره جدا بكميه كبيره جدا، يعمل ديجريديشن للنيو كولاجين فورميشن. طيب هما وجدوا ان التتراسايكلين، وجدوا ان التتراسايكلين ممكن ان هو بيشتغل انتي كولاجينيز، فممكن يدوه في حالات الدايابيتك بيشنت. يعني هم قعدوا يفكروا، قالوا نديهم دواء اللي هو التتراسايكلين عشان التتراسايكلين انتي كولاجينيز، فممكن ايه يخف عمليه الكولاجينيز انزيمز اللي بتطلع في الدايابيتك بيشنت ويعمل تكسير للكولاجين. فالفكره جات لهم من هنا من الباراجراف ده. طيب بيقول لك اكسبلين التتراسايكلين هاز بوتنشالي بينيفيتس ان انهبيتنج ذا اونست اند بروجريشن اوف بيريدونتايتس ان دايابيتيك بيشنت. ليه؟ لان احنا قلنا ان الماتريكس بروتينيز بيطلع، الكولاجينيز بيطلع، فالتتراسايكلين انتي كولاجينيز، التتراسايكلين انتي كولاجينيز. احنا كده خلصنا الدايابيتيك بيشنت والدايابيتس فاليتس، واتكلمنا عن الميكانيزم بتاعه، تعريفه ايه، انواعه ايه، عرفنا ازاي بيأثر على البريدونشيوم، الاورال مانيفستيشن بتاعه الدايابيتس، كل ده اتكلمنا عنه. الدايابيتس مرض مهم جدا. عايزه اقول لكم ان مريض الدايابيتس اصلا صديق عياده الاسنان، صديق عياده الاسنان، يعني الصديق بتاعنا، ما بيروحش خالص، ما بيمشيش، على طول عندنا، عنده اورال مانيفستيشن كتيره جدا. ممكن اعمل دايجنوزس لحاله الدايابيتس من جوه عياده الاسنان، كتير عملتها، كتير مش مره ولا اتنين. اكتشفنا حاجات كتيره قوي في الدايابيتك بيشنت، عملنا عليه ابحاث كتيره، وهو يستاهل ان يتعمل عليه ابحاث. بنحاول نخرج الناس بري دايابيتس قبل ما يحصل لهم دايابيتك، يبقوا دايابيتك بيشنت ويتحولوا. دي معلومات مهمه جدا لازم الناس كلها تعرفها وتعرف ازاي تتعامل مع الناس ديت. الفيميل سكس هرمون، الفيميل بتمر في حياتها بعدة محطات، بيوبرتي، بريجنانسي، مينيبوز، يعني بتمر بعدة محطات في حياتها. دي بتأثر على الفيميل وبتأثر على البادي بتاعها، ومن ضمن البادي ده الأورال كافيتي. زي ما انا قلت لكم ان بتعدي في مراحل متعدده، بيوبرتي، بريجنانسي، مينيبوز، بتعدي في مراحل معينه. نتكلم عن البيبرتال جنجفايتس. البيبرتي بتحصل في سن من 11 ل 14 سنه. اللي بيحصل ان الاستروجين والبروجسترون بيزيدوا، في اتنين هرمون بيزيدوا اسمهم استروجين وبروجسترون. الاتنين هرمون دول لو الاورال كافيتي، ركز في كلامي، لو البنت دي حصل لها بيوبرتي ما عندهاش دنتال بلاك وجود اورال هيجين، عمر ما يحصل لها جنجفايتس. لكن لو هي عندها لوكال فاكتور وفي وجود الهرمونز ده اللي هو الاستروجين والبروجسترون، لا هيعملوا ماجنيفيكيشن للبلاك، للبكتيريا الموجوده في دنتال بلاك، ماجنيفيكيشن، هيزودوا الجنجفايتس بس ما يبداوهوش، يزودوه بس ما يبداوهوش. تمام يا جماعه؟ الحته دي مفهومه قوي، يزودوه ما يبداوهوش. يعني البنت اللي بتغسل سنانها وعندها اورال هيجين انستراكشنز كويسه وماشيه عليها ومفيش لوكال فاكتور، لما يحصل لها بيبرتي والاستروجين والبروجسترون يخرجهم مش هيحصل لها اي حاجه. لكن الباد اورال هيجين والناس اللي هي ما بتغسلش سنانها، استروجين والبروجسترون، هيحصل لهم بيبرتال جنجفايتس. مع البيبرتال جنجفايتس بيحصل انفلاميشن وبلو شريد ديسكولاريشن واديما وجنجفال انلارجمنت. هل في مايكرو اورجانيزم متورط في حدوث البيوبرتال جنجفايتس؟ البروفيتيلا انترميديا والكابنوسيتوفاجا متورطين، بيزيدوا في حالات الفيميل سكس هرمون او البيوبرتي. يعني دول بيزيدوا فعلا، ووجدوا عينات منهم وحذروها من البيوبرتال جنجفايتس اللي هو كلها فيها بروفيتيلا انترميديا وكابنوسيتوفاجا. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب احنا قلنا طبعا ان الاورال مانيفستيشن جنجفايتس وبليدنج، وبتختفي
بعد البيوبرتي مفيش مشكلة خالص وبترجع نورمال جدا وبتختفي ومبقاش في أي مشكلة بعد سن البيوبرتي. طبعا بندي أورال هيجين انستراكشنز وبنشيل البلاك وبنشيل الكانكراس. تاني حاجة البريجنانسي. البريجنانسي عندنا بيسبب مانيفستيشن هما اتنين، حاجة اسمها بريجنانسي جنجفايتس وحاجة اسمها بريجنانسي ايبولاس أو بريجنانسي تيومر. البريجنانسي جنجفايتس ده سهل جدا انك تتعرف عليه، هي بتبقى بريجنانت من الهيستوري طبعا وبيبقى فيه انفلاميشن وريدنس وبليدنج، فبتتعرف عليه بسهولة جدا. بس ارجع تاني واقول البريجنانسي اتسيلف does not causes gingivitis، does not cause gingivitis. خلي بالك في غياب اللوكال فاكتور، يعني الست البريجننت لو ما عندهاش لوكال فاكتور، لو ما عندهاش بلاك، لو ما عندهاش بكتيريا موجوده في تنتر بلاك، لو جود اورال هيجين البريجنانسي مش هيعمل لها جنجفايتس. يبقى هو ما بيبداش الجنجفايتس، ما بيبداهاش، هو اكسجريتد للجنجفايتس. طيب ايه احنا قلنا ان البريجنانسي مش هيأثر، مش هيبدا الجنجفايتس، لكن هو اكسلريت ايه الجنجفال ريسبونس تو بلاك وموديفايد طبعا فاكتور. نتكلم عن البريجنانسي جنجفايتس الاول. البريجنانسي جنجفايتس الحقيقه ليه وقت بيبدا فيه، بيبدا فيه السكند والثيرد مانس، يعني في الثاني من 2 ل 3 شهر، بيوصل للبيك في شهر الايت اللي هو الثامن، لان الهرمون بيوصل للبيك في المكان ده في الوقت ده. الهرمونز بيبدا في الوقت ده في 8 للبيك. طبعا انتوا عارفين الكلام ده طبعا. تمام. طيب بيقول لك ان بعد الولاده بيرجع الوضع طبيعي جدا ولا مفيش اي حاجه خالص، لان الهرمونز بيبدا ينسحب وبترجع الجنجفال لطبيعتها بعد سنه. بعد سنه بيبدا الجنجفايتس بتبدا تختفي بعد شهرين بعد الولاده، وكمان بعد سنه بتلاقي الكونديشنز عاديه جدا اكنها قبل الولاده، مفيش اي مشكله خالص. يبقى بتوصل لكل حاجه تنتهي بعد سنه. طب المانجمنت بتاع حاله البريجنانسي جنجفايتس، اولا جود اورال هيجين انستراكشنز، باجل كل حاجه، ده الجود اللي بعمله. هنأجل بقى، بلاش نجيب تأجيل دلوقتي لأن دي هنقولها في الإيبولاس. تمام. أهم حاجة إن أنا بشرح الحالة للمريض وأقول له إن الحالة دي جنجفايتس نتيجة لوكال فاكتور، وأنت تعمل سكيلينج أند روت بريننج، ومفيش أي حاجة خالص، هي جنجفايتس مش هعمل روت بريننج، خلي بالكم أنا هعمل سكيلينج بس وهديله أورال هيجين انستراكشنز. البريجنانسي إيبولاس أو البريجنانسي تيومر ديت بتظهر في الشهر الثالث، بتظهر في الشهر الثالث وبتبقى ديسكريت يعني مفرده، حاجه مفرده اهي، فلات مشروم سفيريكال ماس اهي، ممكن تبقى خارجه من الجنجفا او الانتربروكسيمال سبيسز، ماشي، ممكن تبقى سيسايل او بيدانكوليتد، وهي دايما بيدانكوليتد، دايما تلاقيها لها عنق، لما نيجي نشوف الميكانيزم ان ازاي البريجنانسي بيعمل ماجنيفيكيشن او اكسجريشن للريسبونس بتاع البتنتال بلاك، هنقول ازاي؟ عن طريق 5 حاجات. بيقول لك اول حاجه البروجسترون بيزيد، احنا قلنا البروجسترون بيزيد، البروجسترون يزود الفاسكولاريتي ويزود البرميبيليتي. ادام الفاسكولاريتي زادت يبقى البلاد جه بالحاجه بتاعته، الانفلاميشن هيبدا بالخلايا بتاعته، الانفلاميشن هيبدا. البروجسترون برضك كمان من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيصنع البروستاجلاندين، يبقى البروجسترون بيصنع البروستاجلاندين وبيزود الفاسكولاريتي، بيزود البريمابيليتي. كمان البريجننت وومن بتبقى عندها ديبريشن في السيل ميديت اميونيتي، الاميونيتي بتاعتها ضعيفه، دي حاجه طبيعيه. كمان ان بيحصل شيفت ناحيه الجرام نيجاتيف انيروب، كمان بيحصل شيفت ناحيه زي الدايبيتس كده، ما حصل شيفت ناحيه ايه؟ الجرام نيجاتيف انيروبيك بكتيريا، مش كده؟ كمان البروفيتيلا انترميديا بتستخدم البروجسترون والاستروجين
كغذاء لها بديل لفيتامين كي بتتغذى عليه، فالاستروجين والبروجسترون عاليين، فوسط حلو ان البروفيتال انترميديت تعيش فيه، لان هي كانت عايزه فيتامين كي فهو بديل لفيتامين كي. طب ما انا اعيش واترعرع واقعد هنا. يبقى في 5 ميكانيزم لحدوث الجنجفايتس في البريجننت وومن. ايه هو؟ انكريز الليفل اوف بروجسترون هينتج عنه انكريز الفاسكولاريتي ومور بريمابيلتي. كمان البروجسترون هيعمل تصنيع البروستاجلاند، البروستاجلاند ده مصيبه، فاكرين ده مصيبه، ده سايتوكاينز وهيعمل تكسير للبون مصيبه ده لوحده. تمام. طب ايه كمان؟ ديبريشن في السيل ميديث اميونيتي، شيفت ناحيه الجرام نيجاتيف انيروب، والبروفيتيلا انترميديا وكثيره جدا لانها بتتغذى على البروجسترون والاستروجين وبديل لفيتامين كي. ازاي اعمل مانجمنت؟ احنا قلنا في الدايجنوزس ان انا ما بعملش حاجه خالص، بعمل اوريجين انستراكشنز بس وما بشيلهاش لان الهاي ريكرنس ريت بتاعها عالي وممكن ترجع تاني، بس بشيلها في حاله انها تتداخل مع الاوكلوجن واللايف ستايل بتاعي والحياه بتاعتي وتبقى عامله امباكت فاكتور عليا وعلى حياتي، ففي الحاله دي بشيلها، مش كده؟ ده اللي احنا قلناه قبل كده في الدايجنوزس. الاورال كونتراسبتيف دراجز اللي هم حبوب منع الحمل دي عباره عن بروجسترون استروجين وبروجسترون، فده بيعتبر ان الهرمونز بيزيد في جسمك فبتعمل نفس الجنجفايتس والبريدونتايتس الناتجه عن الاستروجين والبروجسترون. بس في معلومه مهمه جدا لازم تعرفها، ان لو في فيميل بيشنت بتاخد اورال كونتراسبتيف دراجز ما تديلهاش مترونيدازول، لان المترونيدازول بيوقف شغل الاورال كونتراسبتيف دراجز، بيوقف يعمل انتر اكشن معاه وبيوقف شغله. فهي تجيلك مش عايزه تخلف وحضرتك تديها مترونيدازول، تجيلك المره اللي بعدها انا حامل. فيعني تيك كير من الحته دي انك تدي مترونيدازول از ان ادجنكتيف انتيبيوتكس في البريدونتال ثيرابي في حاله واحده بتاخد اورال كونتراسبتيف دراجز. عشان ايه؟ عشان بيحصل انتر اكشنز مع الدراجز وبيقلل الايفكت بتاع الكونتراسبتيف دراجز. Give reasons المترونيدازول and adjunctive antibiotic used in prenatal therapy should not be prescribed to females taking oral contraceptive drug. Discuss the influence of endocrine disorders on the prenatal. أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك طلع عن الظلام. ولع شمعة لما تلاقي الدنيا ضلمة، ولع شمعة، ما تقولش إيه الضلمة اللي أنا قاعد فيها دي وأنا هعمل إيه في الضلمة دي، يا سيدي ولع شمعة الدنيا هتنور وهتبقى كويسة وهتشوف كل حاجة وهتشتغل وهتعمل كل حاجة. نيجي لتاني حاجة في السيستميك ديسوردرز انفلونس على البريدونشيام، وهناخد الدراج انديوزد ديسوردرز. الحقيقة احنا مش هناخدها كلها لان احنا الحقيقة في درس اسمه جنجفا انلارجمنت وده جزء من الدرس، فاحنا مش عايزين نعيد ونزيد في الكلام. كمان الهيماتولوجيكال ديس اوردرز دي احنا مش هنشرحها لان دي هتتشرح بالتفصيل الممل مع درس اسمه الوايت بلاد سيل ديس اوردرز. الوايت بلاد سيل ديس اوردرز، بس عايز اقول لك على معلومه مهمه بس قبل ما امشي عن اللوكيميا. اللوكيميا بتعمل انفلتريشن. اللوكيميا دي عباره عن ايه؟ المصنع بتاع الخلايا، مصنع عندنا اللي هو البون مارو بيصنع ثلاث انواع من الخلايا، الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلتس. المصنع وقف الطلبيه بتاعت الثلاث حاجات وبيشغل طلبيه اسمها اماتيور وايت بلاد سيلز، فالمصنع خلاص ما بقاش يكون ولا ريد بلاد سيلز ولا بليتلتس، وبيصنع ايه؟ اماتيور وايت بلاد سيلز. الاماتيور وايت سيلز دي مشكلتها ايه؟ بتبقى كتيره جدا، فبتروح تعمل انفلتريشن للتشو، تروح تعمل انفلتريشن للتشو. من ضمن التشو اللي بتعملها انفلتريشن الجنجيفا، فبتعمل ايه؟ جنجيفا انلارجمنت. دي معلومه مهمه جدا لازم تعرفها عند دخولك في درس الهيماتولوجيك ديس اوردرز اند اميون ريسبونس. بالنسبه للدراج انديوز ديس اوردرز، الحقيقه ده درس كبير جدا اسمه جنجيفا انلارجمنت، وده جزء صغير من الدرس ان في دراج انديوزد ديس اوردرز، في دراج بتعمل جنجيفا انلارجمنت. مين هم؟ الفينيتون، الفينيتون
الدايلانتين، الدايلانتين اللي هو ايه بتاع الابيليبسي، دواء الابيليبسي مش كده؟ وطبعا ده ليه ميكانيزم وهتتشرح بالتفصيل، اللي هو بيأثر على التيرن اوفر وبيعمل ستيميليشن للفايبروبلاست منها تتكون. الكالسيوم تشانل بلوك اللي هو نيفيديبين، الابيلات المعروف باسم السوق اللي هو الابيلات، نيفيديبين كالسيوم تشانل بلوكر بتوع الهايبر تنسف بيشنت بياخدوه. الاميون سبريسف دراجز اللي هو السايكلوسبورين، الناس اللي بتنقل كلى وبتنقل بون مارو فبتضطر تاخد ايه سايكلوسبورين، عشان ايه؟ عشان الجسم، الجسم ما يضربش الجسم الغريب ده، فيقوم الجسم الغريب ضرب الجسم وعامل جرافت فيرسس هوست ديزيز، مش كده؟ تمام. كل ده هيتشرح بالتفصيل الممل مع درس الجينجفا الارجمنت بالتفصيل ان شاء الله. ده بس دي نبذه عنهم. نتكلم بقى عن الجينيتك ديس اوردرز. في بعض الامراض الجينيتك اللي لها اورال مانيفستيشن او بريدونتال مانيفستيشن. طب ايه هما الجينيتك ديس اوردرز اللي هي فيها بريدونتال مانيفستيشن؟ اول حاجه شيدياك هيجاشي سيندروم، ليزي ليكوسايد سيندروم، ليكوسايد ادهيجن ديفيشنسي، بابيلوم ليفيفر سيندروم، داون سيندروم، لوكالايزد اجريسيف بريدونتايتس المعروفه باسم اللاب، واهلر دانلوس سيندروم، وهايبوفوسفاتيزيا، هيريديتوري جينجيفال فايبروماتوزس، وفاميليال اند سايكليك نيتروبينيا. نتكلم عن الشيدياك هيجاشي سيندروم. شيدياك ده عالم فرنساوي، وهيجاشي ده عالم ياباني، وهم اول اتنين اكتشفوا السيندروم ده فسمي على اسمهم شيدياك هيجاشي سيندروم. الشيدياك هيجاشي سيندروم ده اوتوسومال ريسيسيف، اوتوسومال ريسيسيف. الريسيسيف يعني متنحي، مش عارفه انتوا عارفين الكلام ده ولا لا في الوراثه. اكيد انتوا خدتوا وراثه وخدتوا حاجه، في حاجه اسمها دوميننت وفي حاجه اسمها ريسيسيف، سيد ومتنحي، وفي حاجه اسمها اوتوسومال وسكس كروموسوم. انا مش عارفه انتوا خدتوا عارفين الكلام ده ولا لا، بس ده كلام معروف جدا. فده حاجة صفة متنحية بتحمل على الجين الكروموسومات الجسدية وليس السكس كروموسوم. تمام. طيب ايه مشكلته الشيدياك هيجاشي سندروم ده؟ مشكلته ان هو بيضرب ثلاث خلايا، ثلاث خلايا. اول خلية بيضربها بيضرب الميلانوسايتس، بيضرب الميلانوسايتس. الميلانوسايتس دي الخلية اللي بتدينا الميلانين، اللي بتدينا لون السكن والاي والهير طبعا زي ما انتوا عارفين. طيب هو ضربها فبتطلعش الميلانين، فهيحصل حاجة اسمها البانيزم. البانيزم معناها المحقة أو عدو الشمس، المحقة أو عدو الشمس. فبيحصل لما تضرب الميلانوسايتس يحصل بارشيال أوكيلو كاتينوس البانيزم وفوتوفوبيا، يعني ما يقدرش يفتح عينه في النور. وتضرب كمان البليتلتس، وأدام ضربت البليتلتس، البليتلتس مسؤولة عن جزء من البليدنج ستوب، وانتوا عارفين كده ستوب للبليدنج، وانتوا عارفين كده كويس انها بتعمل البليتلتس بلاج، فهتاثر على البليدنج وهتعمل بليدنج ديس اوردرز. تالت خليه بتاثر عليها الفاجوسايتس، ولما تاثر على الفاجوسايتس ما تقدرش تعمل فاجوسايتوزس ولا كيلنج للمايكرو اورجانيزم، وده معناه حدوث انفكشن، وحدوث الانفكشن معناه ان ممكن يحصل بريدنتايتس جينجيفايتس ورابد لوس للاتاتشمنت، ويحصل لوس للتيس. دي تذكره بسرعه كده عن الوايت بلاد سيل ديفرنشيشن. في جرانيولوسايتس ونان جرانيولوسايتس. الجرانيولوسايتس اللي هو النيتروفيلز والبيزوفيل والايزينوفيلز، والنان جرانيولوسايتس اللي هي الليمفوسايتس والمونوسايتس اللي هي بعد كده بتتحول للماكروفاج. الشيدياك هيجاشي سندروم مشكلته ان ما بيحصلش فاجو لايسوسوم، يعني لما يحصل عملية الفاجوسيتوزس العملية الأولانية اللي بيحصل فيها إن الماكروفاج أو النيتروفيل تيجي تاكل البكتيريا، فبيحصل فاجوسوم الأول وبعد كده بيحصل اللايسوسوم يتحد مع الفاجوسوم عشان يكون فاجولايسوسوم. ده ما بيحصلش، الخطوة دي ما بتحصلش. اللايسوسوم ما بيتحدش مع الفاجوسوم عشان يكون إيه؟ الفاجولايسوسوم. طب إيه السبب؟ ديفكت في اللايسوسوم جرانيولز دي. الجرانيولز دي بتبقى ميجا بادز
اللي هي abnormal giant lysosome. abnormal giant lysosome فبيحصلش فيوجن بينها وبين الفاجوسوم، وبالتالي ما بتكونش الفاجو لايسوسوم، فبالتالي في ديفكت في عمليه الكيلنج للمايكرو اورجانيزم، فدي مشكله. كمان الشدك هيجاشي سندروم عنده نيتروفيل ديفكت، عنده نيتروفيل ديفكت. ايه هو النيتروفيل ديفكت اللي عنده؟ ان عنده ديكريز الكيموتاكسيس والفاجوسيتوزيس. معظم الجينيتك ديس اوردرز هتلاقوا فيها نيتروفيل ديس اوردرز، معظم الجينيتك ديس اوردرز هتلاقوا فيها نيتروفيل ديفكت، هيبقى فيها نيتروفيل ديفكت. يبقى الشدك هيجاشي سندروم بيضرب ثلاث خلايا، الميلانوسايتس، البليتلتس، الفاجوسايتس. يضرب الميلانوسايتس ويحصل حاجه اسمها اوكيلو كاتينوس البانيزم وفوتوفوبيا، ويضرب البليتلتس ويحصل بليدنج ديس اوردرز، ويضرب الفاجوسايتس ويحصل ديفكت في الكيلنج ميكانيزم. مش كده؟ تمام. تاني حاجة في الجيناتيك ديس اوردرز حاجة اسمها ليزي ليكوسايت سندروم. من اسمها كده ليزي، يعني حاجة ما بتتحركش، حاجة قاعدة في مكانها ما بتتحركش، ليزي كسلانة كسلانة. الليزي ليكوسايت سندروم عنده مشكلتين، مشكلة كوانتيتيف وكواليتيتيف، كوانتيتيف وكواليتيتيف، مش كواليتيتيف بس. ايه هي المشكلة الكوانتيتيف؟ يعني ايه هي المشكلة؟ العدد بتاع النيتروفيل مش صحيح، قلة عدد النيتروفيل، عنده نيتروبينيا، نيتروبينيا يعني النيتروفيل مش موجودة. طب ايه كمان؟ عنده ديفكت في الكيموتاكسيز، هي كسلانة بتاخد الإشارة ومبتتحركش من مكانها، كسلانة الإشارة بتجيلها ومش قادرة تطلع من البون مارو تروح للبلاد، ومش قادرة تخرج من البلاد تروح للتشو انجري عشان تعمل ايه؟ فاجوسيتوزيس. عندها مشكله في الكيموتاكسيس والميجريشن، مولا بتهاجر وقاعده مكانها ليزي، ضعيفه، كسلانه، كسلانه مش قادره تتحرك من مكانها. وادام ما اتحركتش من مكانها يعني النيتروفيل فيها مشكله، يبقى ايه؟ هيحصل جينجيفايتس وبريدونتايتس واجريسيف بريدونتايتس، وطبعا بون ديستراكشن، وطبعا توث لوس، لان خط الدفاع الاول بتاعي اللي هو النيتروفيل مش بيتحرك من مكانه، ما بيجيش لمكان الحادثه علشان خاطر يعمل ايه؟ يعمل كيلينج. كلنا شفنا الفيديوز ده قبل كده. Lymphocytes or white blood cells normally circulate in the blood unattached. The presence of an infection or inflammation triggers leukocytes to move into tissue toward the foreign invader in a process called extravasation. Extravasation requires a succession of specific cell-cell contacts between leukocytes and endothelial cells lining the blood vessel. First, inflammatory signals induce endothelial cells to exocytose P-selectin and synthesize platelet-activating factor, PAF, both of which appear on the cell surface. P-selectin molecules bind oligosaccharide groups at the leukocyte cell surface. Since this adhesion is weak, the leukocyte rolls along the endothelial cells. The leukocyte also contains PAF receptors and integrins. Receptor binding to PAF results in the activation of the integrins. The activated integrins are able to bind ICAM molecules constitutively expressed on the surface of endothelial cells. This causes the leukocyte to stop rolling and to tightly adhere to the endothelium. The adhered leukocyte then begins its migration. Leukocyte adhesion deficiency. الادهيشن ما بيحصلش، يعني الليكوسايدز ما بتقفش على الجدار بتاع الاندوثيليال سيل، مش عارفه تقف، لان الحاجات اللي كانت موجوده مش موجوده، الانتجرين مش موجود اللي هو الصمغ اللي بيخليها تقف مش موجود، يبقى في ديفكت في الايه؟ في الادهير بتاع الليكوسايدز، يبقى في ديفكت في الادهير بتاع الليكوسايدز، مش قادره تقف على البلاد فيزلز على الاندوثيليال سيل عشان تهاجر. فدي مشكلة، ان في مشكلة في الانتجرين اللي المفروض ان هو دوره يعمل ادهير للليكوسايتس، يعمل ادهير للليكوسايتس. الليكوسايتس ما خرجتش، مين هيدافع عني؟ مفيش حد هيدافع عني، البكتيريا هتتغلب عليا وتعمل اجريسيف بريدونتايتس وجينجيفايتس بريدونتال بون لوس، وايه كمان؟ ايه
وكمان حاجه اسمها اتاتشمنت لوس وتوس لوس. مش كده؟ يبقى اول حاجه خدناها شديك هيجاشي سندروم، وتاني حاجه خدناها ليزي ليكوسايد سندروم لما قلنا ان هي ديفكت في النيترو كوانتيتيف وكواليتيف، سيفير نيتروبينيا وديفكت في الكيموتاكسيز، وتالت حاجه خدناها ليكوسايد ادهيجن ديفيشنسي اللي هو ديفكت في الانتجرين اللي بيعمل ادهير الليكوسايدز على جدار الاندوثيليال سيل عشان يقدر يخرج يعمل ميجريشن، ففي ديفكت في الانتجرين فالليكوسايدز مش عارفه تقف عشان تخرج، فبالتالي بيحصل بكتيريا انفكشن اجريسيف بريزنتايتس سيفير جينجيفايتس واتاتشمنت لوس وسيفير بون ريزولوشن. رابع حاجة هناخدها، هناخد حاجة اسمها بابيلون ليفيفر سندروم. بابيلون ليفيفر سندروم، طيب ايه حكاية بابيلون ليفيفر سندروم ده؟ ده برضك اوتوسومال ريسيسيف، نفس الحكاية اوتوسومال ريسيسيف. طيب ايه مشكلته ده؟ عنده مشكلتين، حاجة اسمها بالمو بلانتر هايبر كيراتوزيس وحاجة اسمها اجريسيف بريدونتايتس. بالمو بلانتر هايبر كيراتوزيس واجريسيف بريدونتايتس. يعني ايه بالمو بلانتر هايبر كيراتوزيس؟ يعني لو جينا هنا ده البالمس اهو، البالم اهو تلاقيه كده فيه هايبر كيراتوزيس لونه ابيض، السول اهو لونه ابيض، الني اهي لونها ابيض، الالبو لونه ابيض، يبقى بالمو بلانتر هايبر كيراتوزيس. واجريسيف بريدونتايتس كل سنانه تلاقيها واقعه، كل سنانه تلاقيها واقعه. تمام، نشوف ازاي. ده فيديوز كان جميل قوي على اليوتيوب. تقريبا البابيلوم ليفيفر سندروم ده بيصيب الاطفال، فطبعا حبوا يعملوا لهم حاجه كوميديه كده، فبيقول لك ان توم عنده بالمو بلانتر هايبر كيتوزيس، عنده بابيلوم ليفيفر سندروم، لقوا عنده توم لقوا عنده بالمو بلانتر هايبر كيتوزيس وعنده ريكرنت انفكشن، ما في ديفكت في النيتروفيل واسنانه بتقع توس لوس، وفي الاخر قالك ان ده بابيلوم ليفيفر سندروم. فده كان بصراحه من الحاجات الكويسه قوي اللي موجوده على اليوتيوب. طب عايزين نعرف اسباب البابيلوم ليفيفر سندروم. اسباب البابيلوم ليفيفر سندروم ميوتيشن في الكاسبسين سي جين، ميوتيشن في الكاسبسين سي جين. طب ايه يعني مين الكاسبسين سي جين ده؟ اولا ده جين موجود على الكروموسوم رقم 11، ليه دور كبير جدا في الاكسبريشن يا جماعه، او ان هو يعمل كرييشن للبروتين، ينشئ البروتين، ينشئ البروتين. ده البروتين ده اهم حاجه في الجسم، اهم حاجه. يبقى الكاسبسين سي حصل له ميوتيشن، الجين بتاع الكاسبسين سي على الكروموسوم رقم 11 حصل له ميوتيشن، ميوتيشن اتغير. الكاسبسين سي ده بيلعب دور كبير في الكرييشن بتاع البروتين، انه ينتج البروتين. طب ما كده البروتين ده عامل مهم جدا في الجسم لوظائف كثيره جدا. طب هو دلوقتي البروتين ده فيه ديفكت، لا اما مش موجود خالص، لا ما بينتجوش، لا اما بينتجوا في كميات قليله، لا اما بينتجوا غلط، البروتين انتجه غلط، لا اما فولتي، لا اما ان افيشنت، لا اما ابسنت، مش موجود خالص. بيقولك ان البابيلوم ليفيفر سندروم كمان معاه نيتروفيل ديفكت زي ديكريز الكيموتاكسيس والفاجوسيتوز والانتراسيلولار كيلينج. دايما بقول للناس ان الجيناتيك ديس اوردرز هي نيتروفيل ديس اوردر، دايما بقول للناس كده ان الجيناتيك ديس اوردرز هي نيتروفيلز ديس اوردرز. طب ايه حكايه بابيلوم ليفيفر سندروم؟ احنا خلاص عرفنا ان اسبابه ان طبعا الكاسبسين سي مش جين حصل له ميوتيشن، وان ده مسؤول عن تكوين البروتين، والبروتين طبعا مش كويس في مشكله، وفي كمان نيتروفيل ديسفانكشن اللي هو ديكريز الكيموتاكسيس والايه فاجوسيتوز والانتراسيلولار كيلينج. طب ايه المانيفستيشن بتاعته؟ بيقول لك الطفل عند 5 لـ6 سنين ما تلاقيش ولا سنه في بقه خالص، ولا برايمري تيس مش موجوده خالص، كلهم وقعوا، كلهم وقعوا، الاول بيطلعوا عادي خالص وبعدين بيقعوا، يجي يطلع البرمننت تيس تطلع عادي خالص، وبعد كام سنه تبص تلاقي كل سنانه بدات تقع، 15 سنه ما تلاقيش ولا سنه في بقه. شفت حالات كتير بابيلوم فيفر سندروم، وشفت اخوات 3 عندهم 6 مخلفاهم متجوزه قريبها ومخلفه 3 أطفال وعندهم الـ3 بابيلوم ليفيفر سندروم. الـ3 عندهم بابيلوم ليفيفر سندروم.
عشان كده انا لما بيجي لي حاله بيقول لهم ليفر سيندروم بقول له انت لا عندك اخ، انت في اخوات لك، طب انا عايز اشوف اخواتك، انا عايز اشوف اخواتك، ودي حاجه مهمه جدا. خامس حاجه الداون سيندروم. الداون سيندروم طبعا ده اوتوسومال بردك، هيريديتري اوتوسومال. طبعا الناس كلها عارفه ان ده كروموسوم زياده، كروموسوم زياده على الكروموسوم 21، الناس كلها عارفه الكلام ده يعني. طبعا طب ايه الاعراض بتاعته او شكله ايه الداونز ده؟ الاستيتشر از سمولر ذان تشيلدرن ان ذا سيم ايج جروب. يعني ايه؟ تشوفه تحس ان هو صغير مع انه هو كبير، بس هو صغير. ولو شفت واحد قده في السن لا هو صغير، القامه بتاعته اصغر من سنه، يعني شكله اصغر من سنه. mental and gross retardation يعني عقله مش كويس، مش شغال كويس. في حاجه مهمه قوي يعني في حاجات بقى manifestation مهمه قوي لهم، broad short hand. يعني ايده عريضه وقصيره، ايده عريضه وقصيره، والخطوط دي الخطوط الكتيره اللي في ايده دي مش موجوده الا خط واحد بس، يعني مفيش كذا خط كده زي ايدينا، لا ده هو خط واحد بس. يبقى الاستيتشر از سمولر ذان تشيلدرن ان ذا سيم ايج جروب، المنتل اند جروس ريتارتيشن مش كده، اند برود اند شورت هاندس ويز سنجل بالمر كريز. ماشي يا جماعه؟ تمام. يبقى خط واحد في ايده، المنتاليتي بتاعته مش مظبوطه، القامه بتاعته اقل من سنه. كمان في حاجه مهمه جدا، بالبيبرال فيشر. البالبيبرال فيشر انت لما بتقفل عينك كده مش في فيشر، لما بتقفل الجفن العلوي عن الجفن السفلي مش في فيشر كده اللي هو الاتحاد الجفن العلوي مع الجفن السفلي، اسمه البيبرال فيشرز. بيقولك ان ده في الانسان الطبيعي بيبقى هوريزونتال كده، ده انسان طبيعي هوريزونتال، لكن في داونز لا بيبقى سلاند داون، مايل كده لتحت، مايل لتحت. بيقولوا ان هم شكل الناس الاسيويين، عارفين بتوع اسيا اللي هم اليابانيين والناس دول، اشيان ابيرانس، اشيان ابيرانس، يبقى دول اشيان ابيرانس، خلي بالك. تمام. كمان في حاجه هنا بين التو ايز كده، حاجه اسمها النيزل بريدج، تسمعوا عنها النيزل بريدج. النيزل بريدج دي بتبقى عريضه، برود نيزل بريدج، بتبقى شكلها كده بالظبط. كمان الميد فيس، الميد فيس بتاعه سمول ميد فيس، سمول ميد فيس، سمول ميد فيس. كمان في حاجه بتميزه الفلات باك اوف ذا هيد، شوفوا الناس الطبيعيه بتبقى عامله راسها كده، لكن ده فلات، ده فلات. كمان حاجه مميزه ليه، اكسس سكن ات ذا باك اوف ذا نيك، اهو اكسس سكن، شفتوا ده، شفتوا منظر الجلد ده، بيبقى منظره عامل كده جلد زياده كده في الباك بتاع النك، خلف النك كده اهو في المكان اللي هو دوت. يبقى داونز يا جماعه، تاني نقول داونز اعراضه ايه، الاستيتشر از سمولر ذان تشيلدرن ان ذا سيم ايج جروب، منتال اند جروس ريتارديشن، برود اند شورت هاندز ويز سنجل بالمر كريزز، وبالبيبرال فيشرز سلاند داون زي الناس الاشيان مش كده، وانت برود نيزل بريدج، وكمان السمول ميد فيس، وفلات باك اوف ذا هيد ويز اكسسيف سكن ات ذا باك اوف ذا نيك. طب في اورال مانيفستيشن بقى، ده الجنرال مانيفستيشن اللي انت قلتيها دي، ده كلينيكال حاجه عامه كده، في اورال مانيفستيشن لداونز؟ اه في، دايما الماندبل بيبقى صغير، هو المجزلة صغيرين حجمهم صغير، ودايما يبقى عنده حاجه اسمها التانجس راست، واكيد التانجس راست انتوا خدتوه في اللوكال بريديسبوزنج فاكتور. طيب ايه كمان، الولد ده عنده منتال ريتارديشن صح، هل هو هيعرف يمسك الفرشه ويغسل سنانه؟ لا مش هيعرف، لان هو مش مدرك يعني ايه معنى جود اورال هيجين، فبالتالي فهو باد اورال هيجين. لما هو باد اورال هيجين هيحصل له سيفير انفلاميشن اوف ذا جينجيفا، طبيعي بلاك اكيوميليشن، هيعمل ده اللوكال بريدسبوزنج فاكتور، او اللي مش اللوكال بقى، الانيشال بريدسبوزنج فاكتور
يعني الحاجة المسببة للمرض مش كده، اللي هو البرايمري كوز، فهو ما شالش ايه البلاك فيحصل جينجيفايتس. تمام. وطبعا هيحصل بريدونتايتس لو العملية زادت واهله ما خلوش باله منهم وان هم غسلوا سنانهم بالنيابة عنهم. ايه اسباب ان هو بيحصل له بريدونتال ديزيز؟ الحقيقة ان داونز ده احسن مثال للإتيولوجي اوف بريدونتال ديزيز. مش احنا قلنا ان الإتيولوجي اوف بريدونتال ديزيز في برايمري فاكتور اللي هو البلاك البكتيريا موجودة في الدنتال بلاك، وقلنا ان في لوكال بريز بوزنج فاكتور سيستميك بريز بوزنج فاكتور، فاكرين؟ كله بيجتمع هنا في داون سيندروم، كل الحاجات دي بتجتمع في داون سيندروم. احنا قلنا ان هو عنده منتال ريتارديشن فمش هيقدر يغسل سنانه، فالبرايمري ايتولوجيكال فاكتور موجود اللي هو بقرا هيجين. طب واللوكال بريدز بوزنج فاكتور مين الشاطر بقى اللي هيقول؟ التنج ثراست. يعني ايه؟ يعني طول النهار بيطلع لسانه عامل ضغط على اللسان، من لسانه على الاسنان الاماميه، على الاسنان الاماميه. طيب انتوا خدتوا في اللوكال بريدز بوزنج فاكتور ان انا لما اعمل ضغط من اللي حافظ السنان في مكانها، العلاقه بين اللب والتنج، اللب والتنج. طب لما يبقى في تنج ثراست، اللب هتسكت؟ لا، اللب مش هتسكت، هترد كمان تعمل ايه؟ فورس هي كمان، مش كده؟ هيحصل حاجه اسمها جاجلينج فورس، ودي معروفه جدا ان يبقى في قوه قدام قوه وتأثر على السنه وتعمل موبيليتي في السنه. فالتنج ثراست ده طبعا مشكله عند الداون سيندروم. كمان في سيستميك فاكتورز اللي هو الديفكت في النيتروفيل فانكشن. عشان كده بقول تاني ان معظم الجينيتك ديس اوردرز هي فيها نيتروفيل فانكشن ديس اوردرز. طيب اكيد السلايدز دي انتوا شفتوها قبل كده في اللوكال بريدز موزنج فاكتور في التنج ثراستنج، ده اكيد شفتوها، ان الناس اللي بتبقى عامله persistent forceful witching of the tongue against the teeth during swallowing وخصوصا في الانتيريور ريجون، ده اسمه tongue thrusting. طب ايه السيكولا اوف تانج ثراستنج؟ يعني ايه توابع او الحاجات الوحشه اللي بيعملها التانج ثراستنج؟ اول حاجه اللي احنا اتكلمنا عنها ان دي تروما فورس، اللب مش هتسكت، هتقوم دي قدام دي فهتعمل قوه قدام قوه، فهتقوم عامله ايه؟ حاجه اسمها جاجلنج فورس، وتعمل موبيليتي في التوس. كمان هتعمل اوبن بايت، وهتعمل سبيسنج بين السنان، هتؤدي الى فود امباكشن وحاجات كتيره، ولها التنج ثراست ليه مشاكل كتيره جدا. سادس حاجه، اسمها اهلر دانلوس سندروم. اهلر دانلوس سندروم على فكره هو كونكتيف تيشو ديزيز. في مجموعه من الديزيز كده اسمها كونكتيف تيشو ديزيز، ان شاء الله نبقى نديها لكم في الترم الثاني ان شاء الله. ده هيريديتري كونكتيف تيشو ديزيز. طيب ايه مشكلته ده؟ عنده مشكلتين كبار جدا، حاجه اسمها ارتكولار هايبر موبيليتي. يعني ايه؟ يقعد يتني ايده كده بالمنظر ده، يعني الجوينت فيها موبيليتي، حركاته غريبه جدا، يعني ما فيش حد يقدر يعملها. وحاجة اسمها سكين هايبر اكستنسبيليتي، يعني بصوا المنظر ده اهو، هايبر اكستنسبيليتي اهو، شفتوا بيشد؟ مفيش حد يقدر يشد السكين بتاعه كده عمره، مفيش حاجة زي كده ابدا، مش كده؟ تمام. طب وايه كمان؟ بالنسبة للأورال ميوكوزا، الأورال ميوكوزا بتبقى فراجايل. فراجايل يعني ضعيفة، هشة، ضعيفة. بروزنج يعني كدمات، ده البروزنج على فكرة اللي انتوا شايفينه ده، البروزنج كدمات، اسمها كدمات. بيحصل كدمات برضك في الأورال ميوكوزا وفراجايل في الأورال ميوكوزا، ويحصل جينجيفال بليدنج. ليه يحصل جينجيفال بليدنج؟ لازم يحصل جينجيفال بليدنج، أصل هو ده ديفكت في الكولاجين فايبر، كولاجين فورميشن. فالكولاجين ده أصلا حاجة مهمة، هو المكون للبلاد فيزلز، وهو كمان اللي مكون للبريدونشيوم. الكولاجين هو ديفكت في الكولاجين، مش كده يا جماعه؟ دي حاجه معروفه بالعقل كده ان هو ديفكت في الكولاجين، فبالتالي هو ايه؟ هو إيه يعني في مشكله في البليدنج، وفي مشكله في البريدونشيا. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ يحصل سبلكسيشن في التي ام جي، حاجه معروفه قوي ومشهوره قوي في الاهلر دانلوس سندروم، اللي بيحصل ديسلوكيشن اهو،
او سبلكسيشن في التمبرومنتوري جوينت اهو يحصل ديستوك. كل شويه الفك يقع ونقوم طالعين ونزلينه تحت وترجعين ورا، كل شويه الديستوكيشن ونقوم رايحين نازلين تحت ورايحين ورا، كل شويه نعمل الحركه دي. بيقول لك التايب 3 طيب يا ربي 8 إهلردان السندروم، طبعا هما في انواع كتير على فكره منه. فطيب 8 ده بيبقى معاه رابيد بروجريسيف بريدونتايتس، رابيد بروجريسيف بريدونتايتس. طيب يعني من ضمن الاورال مانيفيستشن بردك او الدنتال مانجمنت للاورال مانيفيستشن دي، دايما خلي بالك ان الاورال مايكوزا هتبقى فراجايل، يعني ممكن سبليت ايزلي، فخلي بالك وانت بتعمل اكستراكشن اعملها اتروماتيك عشان هيحصل كومبليكيشنز اللي هي البليدنج. خلي بالك لو انت بتعمل بريدونتال تريتمنت خليك اتروماتيك، استخدم الالتراسونيك بلاش استخدم المانيوال عشان ما يبقاش في تروما كتير فتعمل بليدنج. تمام، ده فيديوز كان جميل قوي عن إهلردان السندروم. Now you're going to meet a record breaker who's truly unbelievable. If what a breaker asks you which one of these three guys could do unreal things with his skin. واحد عادي خالص وهو قاعد في نص وسط الناس، ده برنامج وقاعد في وسط الناس، برنامج يعني يعني في حاجات كويسه بتحصل يعني مش كل حاجه يعني برامج علميه كويسه ممكن تحصل. Gary everybody. فده برنامج برضه إيه جايب الحالة دي؟ من حتة التوعية الثقافية الطبية إنك ممكن تعمل برنامج ناجح يعني إن في حاجة طبية. الراجل ده هو عنده إهلردان السندروم، الراجل ده مشهور جدا على فكرة، اسمه راجل المطاطي أو راجل الهندي، كانوا بيقولوا عليه كذا حاجة كده، راجل المطاطي راجل الهندي اللي هو إهلردان السندروم. فبيقول له شوف حتى شوفوا شفته؟ I was probably about 8 years old messing around at school and I asked a friend next to me can you do this? بيقول انا عندي انفكشن وعندي تفكير. Is there a reason you can do that? What's the reason behind it? It's a very rare skin condition. Does it hurt? No, not at all. شوية حاجات كده. Okay. Well, I know the audience are gagging to see some more. Can you show us what you can do? Yep. Oh, brilliant, brilliant. وحتى في الاخر الفيديوز ده اخر الفيديوز ده هم جابوا الدكتور بتاعه اللي بيعالجه لو حد يتفرج على الفيديو يعني هو موجود على اليوتيوب. طبعا محدش يقدر يعمل كده ابدا ابدا، مستحيل حد يقدر يعمل كده، من رابع المستحيلات، من رابع المستحيلات ان حد يقدر يقوم بالدور ده. More Gary, give me some more. يعني حد شوفه مش ممكن. مش ممكن. Go on. مش ممكن. مش ممكن حد يقدر يقول. سابع حاجه في الجينيتك ديس اوردرز حاجه اسمها الهايبوفوسفاتيزيا، طبعا ده اوتوسومال ريسيسيف برضك. ماشي، ده هيريديتوري ديزيز اوتوسومال ريسيسيف. تمام، طب ايه مشكله الهايبوفوسفاتيزيا؟ في ديفيشنسي في الالكالين فوسفاتيز انزيم، في ديفيشنسي في الالكالين فوسفاتيز، يعني لما تيجي تعمل الالكالين فوسفاتيز انزيم تحليل هتلاقيه ديفيشنسي فيه قليل قليل. تمام، طيب ايه المشكله؟ ان بيحصل ابنورمال مينراليزيشن في البون فبيؤدي الى كساح، تسمعوا عنه ريكتس الكساح وبور كرانيال بون فورميشن. طيب دي صوره لبنت عندها كساح اهوت، بيبقى منظرهم بالمنظر ده على فكره، رجله مقوسه كده. طب ايه الاورال مانيفيستيشنز بتاع الهايبوفوسفاتيزيا؟ طبعا في ابنورمال مينراليزيشن في الدنتال تيشو، في ابنورمال مينراليزيشن في الدنتال تيشو. طيب انا بس عايز اقول حاجه مهمه، ان الهايبوفوسفاتيزيا بيحصل في الديسيدوس تيس وما بيحصلش في البيرمننت تيس، بيحصل في الديسيدوس بس. تلاقي الطفل عنده سنتين ولا سنتين ونص واسنان واقعه، اللي قدام واقعين، خصوصا اللي قدام على فكره، يعني خصوصا الانسايزرز نتيجه لسيفير بون لوس. طيب بيقول لك لو حصلت الهايبوفوسفاتيزيا في حاله الادلسنت اللي هم المراهقه، فبتشبه اللوكالايزد اجريسيف بريدونتايتس اللي هي اللاب، معروفه باسم اللاب. دي حاله هي دي حاله من تكست بوك موجوده اهي، بيقول لك ان الطفل ده عنده 7.5 سنه، 7.5 سنه، 7 سنين ونص يعني. وبعدين لو تاخد بالك من القناين ان في خط كده انامل هايبوبليجيا، لو خدت بالك ان في خط اهو اسمه انامل هايبوبليجيا اهو اهو في القناين المجزيه للقناين،
وطبعا هنا ان في ديلي للإرابشن بتاع السنترال اهو في ديلي للإرابشن بتاع السنترال طبعا ده وقع من زمان وفي ديلي للإرابشن اهو بتاع السنترال وكمان الكلر بتاع بريمنت تيس دارك دي حالات منقوله من تكست بوك ده مثلا طفل اهو عنده 21 شهر يعني ما كملش سنتين والانسايزرز وقعوا ماشي هنا بردك حالة عندها سنتين ونص وبردك نفس الحجاية الانسايزرز بردك فقدهم في حاجة مهمة جدا جدا في الهايبوفوسفاتيزيا زي ما هي بتحصل في الديسيز بس لو جيت شفت الحالة بتاعت الطفل ده هتلاقيها مفيش انفلاميشن خالص في الجينجفا absence of gingival inflammation مفيش انفلاميشن خالص نهائي الجينجفا شكلها كويس ولونها طبيعي جدا لكن هو عنده هايبوفوسفاتيزيا عنده هايبوفوسفاتيزيا كمان المرض ده معاه ان السمنتم ما بيبقاش موجود خالص او عنده هايبوبلاجيا هايبوبلاجيا او ايه او السمنتم مش موجود خالص يا اما هايبوبلاجيا او هايبوبلاجيا لا اما السمنتم مش موجود خالص كمان لما جم يصوروا الحالات دي بتاعه الهايبوفوسفاتيزيا لقوا ان البلب شامبر كبير قوي كبير شوفوا بصوا معايا كده كبير ولو شفنا السكنس بتاع الانامل والدنتين هنلاقيه صغير السكنس بتاع الانامل والدنتين هنلاقيه صغير شفت البلب شامبر عامل قد ايه مفيش حد عنده البلب شامبر كل ده والدنتين والانامل حبه صغيرين تامن حاجه اسمها هيريديتوري جينجيفال فايبروماتوزيس ده بقى دوميننت اوتوسومال دوميننت يعني ده سايد خلي بالكم ده سايد مش متنحي مش ريسيسيف ده دوميننت ماشي خلاص يا جماعه ده دوميننت طيب ده مرض وراثي بردك اوتوسومال دوميننت اهو طيب ايه مشكلته ده بقى مشكلته ما بيظهرش الا عند الاربشن بتاع التوست لازم التوست تبقى موجوده عشان يحصل ايه جينجيفا انلارجمنت اللي انتوا شايفينه ده الانلارجمنت ده بيبقى فيرم وبينك ومليان ستيبلينج الستيبلينج واضح جدا بصوا الصوره دي يا جماعه قشره البرتقاله فاكرينها الستيبلينج واضح جدا ماشي ممكن يغطي الكراون كله يعني الهيريديتوري جينجيفال فايبروماتوزيس ممكن يغطي الكراون كله ويتداخل مع السبيتش والماستيكيشنز طيب ايه سببه بيقول لك ان في اكسسيف برودكشن للكولاجين والفايبرونكتين ما طبعا ما هو الكولاجين والفايبرز هما اللي بيعملوا كده مش كده فعشان زياده الانتاج بتاعهم فحصل اللي احنا شايفينه ده الفايبروبلاست نشطة جدا اكتيفيتد في طول الوقت عماله تكون كولاجين وكونكتيف تيشو وفايبرونكتين عماله شغاله تكون كل ده تاسع حاجه اسمها الفاميليال اند سايكليك نيتروبانيا ايه دي برضك مرض وراثي ايه اللي بيحصل انت عندك 30 يوم في الشهر من ضمن ال 30 يوم دول كل شهر من 3 ل 5 ايام يحصل ايه نيتروبينيا يعني الشهر اهو فيه 30 يوم مثلا قاعد هو لحد يوم 25 سليم نيتروبين النيتروفيل عاديه خالص وجي من 5 من يوم 25 يوم 30 عنده نيتروبينيا ترجع تاني يوم 1 في الشهر اللي بعديه تبقى عاديه خالص وبعدين في يوم برضك 25 ترجع عنده نيتروبينيا فعشان كده سموها سايكليك نيتروبينيا كل شهر في 3 ل 5 ايام عنده نيتروبينيا طب ايه المشكله في ال 3 5 ايام دول يعني هو طبيعي في كل الاوقات الا في ال 3 5 ايام دول يحصل مليز وفيفر وسور ثروت وانفكشن كل حاجه بقى ممكن تحصل له ممكن يحصل له جينجيفايتس بيردونتايتس بون لوس في الخمس ايام دول لكن بعد ما ينتهوا الخمس ايام دول بيرجع عاده النيتروفيل لعددها الطبيعي النورمال في حاجه مشهوره قوي في السايكل نيتروبينيا بيبقى فيه السر شبه الافسس السر دي معروفه جدا السر اهي شبه الافسس السر مشهوره جدا في السايكل نيتروبينيا احنا خدنا الجينيتك ديس اوردرز اللي هو اهدر دانلوس سندروم هايبوفوسفاتيزيا هيرديتوري جينجيفال فايبروماتوزيس فاميليال اند سايكليك نيتروبينيا داون سندروم بابيلوم ليفيفر سندروم شديا كيجاشي سندروم لوكالايز اجريسيف برونتايتس هتاخدوها بالتفصيل وليكوسايد ادهيشن ديفيشنسي ندخل على ال
سايكوسوشيال ستريس. السايكوسوشيال ستريس الستريس اللي عايشين فيه كلنا، كلنا عايشين في ستريس. عايز تركن العربية مش لاقي مكان، عايز مش عارفة تاكل ايه بكرة، عايز تذاكر، عايز تنجح، عايز تتفوق، عايز معرفش تتجوز، عايز تخلف، كل دي استرس احنا عايشين فيه، كل ده استرس عايشين فيه، مش عارفين ان كل حاجة مدروسة ومرسومة وكل واحد هياخد اللي هو رزقه فيه. يعني هو كل واحد فينا مرسوم خطة له ماشي عليها، ربنا مقدر له قدر هياخده. فانت لو اقتنعت بكده فمفيش حاجة استرس عليك ولا اي حاجة، وهتفكر انه خلاص الحاجة بتاعتك هتجيلك لحد عندك، ورزقك هيجيلك لحد عندك، عريسك هيجيلك لحد عندك، عروستك هتجيلك لحد عندك. فالانسان لازم يبقى ايه، عايش في هدوء نفسي مع نفسه. الحقيقة الاسترس ده حاجة خطيرة جدا، من اخطر الحاجات اللي موجودة، وهم عملوا احصائيات كتيرة قوي وقالوا ان استاديز كتيرة قوي، وقالوا ان الستيبل لايف ستايلز مع مينيمال نيجاتيف لايف ايفنت، يعني الايفنتس بتاعته قليلة، ده حياته احسن كتير قوي قوي قوي، وعنده بريدونتال ديزيز اقل كتير قوي من الناس اللي لسه ستيبل لايف ستايل وعندهم حياتهم مش مظبوطة. طيب الناس اللي عايشة في ستريس وديبريشن دي بتأثر على البريدونتال ديزيز، وبتأثر كمان على البريدونتال سيرابي، يعني الريسبونس للبريدونتال سيرابي كمان اقل من الناس التانية. طيب ايه حكايتهم دول، ويعني يعني ايه يعني اكبر مثال، يعني انت ليه بتاكدي على حدوث ذلك؟ اكبر مثال للتاكيد على حدوث الاسترس وتاثيره على البريدونتال ديزيز هو ما حدث في الاي ان يو جي اثناء الحرب العالميه الثانيه. اثناء الحرب العالميه الثانيه فجاه لقوا كل الجنود عندها اي ان يو جي acute necrotizing ulcerative gingivitis، فقالوا بس ده مرض معدي، ده الناس كلها هتتعدى، وهو ولا مرض معدي ولا اي حاجه، ده الناس دي العساكر دي كانت عايشه في خندق، عشان كده هو اسمه مرض الخندق، تحت الارض مستخبيه مستنيه انها قنبله هتتحدف عليها وتموت، فاضطرهم ان هم يعيشوا كلهم في نفس الوضع بتاع الاسترس. فالاسترس ده جاب لهم اي ان يو جي، جاب لهم اي ان يو جي. طب ما يحصل ستريس، ايه المشكله يعني، انت هتوجعي دماغنا ليه؟ طب ما يحصل ستريس، الستريس ده هياثر عليا ازاي؟ ازاي الستريس يقدر يعمل بريدونتال ديزيز؟ دي حاجه مش مفهومه. لا هي حاجه مفهومه، مفهومه جدا. احنا عندنا في جسمنا حاجه اسمها كورتيزون او كورتيزول، في فرق بين الكورتيزول والكورتيزون على فكره. الكورتيزول الاكتف، يعني الاكتف اللي هو هيشتغل على طول، لكن الكورتيزون لازم يتحول لكورتيزول عشان يشتغل. الكورتيزون لازم يتحول لكورتيزول عشان يشتغل، فالكورتيزول ده هو اللي بيشتغل على طول. احنا المفروض ان كل يوم الصبح لما نصحى من النوم ناخد، الجسم بيفرز من 15 ل 30 مللي جرام يوميا من الكورتيزول عشان اقدر اعيش حياتي، اكمل حياتي، اروح الكليه واشرح المحاضرات واشوف الكليه واشوف شغلي والف على السكاشن واشوف الدنيا ماشيه ازاي، مش كده؟ فانا كل يوم اصحى، يعني يحصل ايه، ان انا يطلع 15 ل 30 مللي جرام يوميا من الكورتيزول. لفيت على العيادات ولقيت الطلبه مش شايله الرابنج، مشيت ومش شايله الرابنج، ده ستريس ليه. فانا عشان اعادل الستريس ده، الطلبه ما شالتش الرابنج بعد الايه، بعد ما مشيت من السكشن، السكشن خلص وما شالتش الرابنج، فالمهم ان انا جيت ما لقيتش الرابنج متشال، فانا دلوقتي ده استرس، يعني انا دلوقتي استرس عليا، مش كده؟ الجسم بقى في الوقت ده مش هيطلع 15 ل 30، ده هيطلع من 100 ل 200 مللي جرام، هيطلع من 100 ل 200 مللي جرام من الكورتيزول. ليه؟ علشان انا في حالات الاسترس ده هيحصل فاسكولار كولابس وهايبوتنشن، فانا دلوقتي لا، ده انا عايز افرز كورتيزون كتير عشان ياثر على الادرينالين والنور ادرينالين، يعني انه بسرعه يعمل ايه، يعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز ويرفع لي الضغط، يعني بينقذني المنقذ. على فكره الكورتيزول ده اسمه اكسير الحياه بجد، خطير.
خطير يعني العلاج السحري لكل حاجة. طيب طب انت دلوقتي لما يعني احنا فهمنا السايكليك بتاعت الكورتيزول ان في الاسترس بيطلع كورتيزون كتير عشان ايه يقدر الجسم ايه يحافظ على نفسه وما يحصلوش مشاكل مش كده؟ طيب الاسترس اهو راح مطلع رايح للهايبوثالاموس مديها اشارات ضغط عليها راح رايح للبيتيوتري جلاند قال لها افرز الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون راح الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون راح للادرينال كورتكس قال لها افرز الكورتيزول راح مطلعها كورتيزول بكميات كبيره جدا. طب ما يطلع بكميات كبيره وانت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ لا ده انا زعلان لان الكورتيزون زي ما احنا اخدنا ان هو اميون سبريسر مش كده؟ الكورتيزون ايه؟ اميون سبريشن هيعمل سبريشن لمين؟ للاميون سيستم دي حاجه معروفه مش كده؟ طب ما انت عملت اميون ريسبونس اثرت على الاميونيتي بتاعتي قللتها فانا مش هقدر اقاوم الامراض مش هقدر اقاوم البكتيريا مش هقدر اقاوم الفيروس ده دي مشكله كبيره ليا انت عملت لي مشكله اثرت على ايه؟ عملت لي اميون سبريشن ده مش كده وبس كمان ده حضرتك اثرت على النيتروفيل اكتيفيتي واثرت على الاميونوجلوبولين جي واثرت على الاميونوجلوبولين ايه هوبا ضربت النيتروفيل خط الدفاع الاول ضربت الاميونوجلوبولين جي اللي هو شغال اوبسنانس فاكرين اللي هو ده مهم جدا ضربت الاميونوجلوبولين ايه اللي هو بيعمل ادهيرنت للمايكرو اورجانيزم ده انت بهدلتني يبقى خروج الكورتيزون بالكميات الكبيرة ده أثناء الاسترس ده خطر عليا ده هيأثر على الاميونيتي بتاعتي هيقلل النيتروفيل فانكشن بتاعتي هيضرب هيمنع هيقلل خروج الاميونوجلوبولين جي هيقلل خروج الاميونوجلوبولين اي ده مش كده وبس ده أنا بقى عايشة في استرس بقى عمال أفكر يا نهار أبيض ده أنا هعمل إيه بكرة ده أنا هسوي إيه ده المذاكرة كتير ده أنا مش هلحق أذاكر ده أنا مش هيجيلي عريس ده انا مش هخلف ده انا مش الاستريس ده كله طب ما دي كلها تفكير وكلها مشاكل طب ايه هل انا في وسط المشاكل دي كلها هو مغسل سناني عمري ما هو مغسل سناني ده انا بفكر في مشاكلي انا هفكر في مشاكلي ولا هقوم امسك الفرشه واعمل باست تكنيك و45 درجه على السنه ومش عارف انا هفكر في الكلام ده عمري ما هفكر في الكلام ده ويبقى انا هبقى ايه باد اورال هيجين ده من ضمن الاستريس ده مش كده وبس ده انا هجز على اسناني لان انا متغاظه عايشه في ستريس فهعمل كلينشنج وبروكزيزم ودي حاجات من الحاجات اللوكال ايه فاكتور اللي انتوا خدتوها المحاضره اللي فاتت مش كده؟ ده مش كده وبس انا كمان متضايقه هقوم اشرب سيجاره مش كده؟ انا مش هشرب سجاير ولا حاجه بس انا بقول لكم اي حد متضايق يقوم يشرب سجاير مش انا طبعا يعني ماشي؟ فهيقوم جايب سيجاره وشاربها طب ما السموكينج ده ليه برضك ريسبونس على البريدونشيوم هنشوفه حالا دلوقتي يعني السموكينج نفسه ليه مشاكل مع البريدونشيوم ده مش كده وبس طب يطلع حاجه اسمها نيورو ترانسميترز طب مين هما النيورو ترانسميترز دول هما عباره عن الادرينالين والنورادرينالين والنيوروكاينين وسبستانس بي طب دول هيعملوا ايه دول كلهم دول هيلعبوا على المونوسايد والماكروفاج خلي بالكم وهيزودوا التشو ديستراكشن وهيقللوا الاميونيتي بتاعتي هيعملوا اميون سبريشن تاني الاسترس ده حاجه خطيره جدا الناس اللي هي شايله الهم بصفه مستمره الجسم بيطلع من 15 ل 30 مللي جرام يوميا ده كافي قوي ان انا اقوم بكل حياتي من اول النهار لحد اخره الانسان بيتعرض للستريس فبيطلع من 100 ل 200 مللي جرام في الاستريس اللي هو عايش فيه الكورتيزون لما يعلى بالمنظر ده هيأثر على مين على الاميونيتي بتاعتي لان الكورتيزون ايه اميون سبريشن هيأثر على الاميونيتي هتقلل الاميونيتي بتاعتي طب لما تقلل الاميونيتي بتاعتي انا مش هقدر ادافع عن نفسي ضد المايكرو اورجانيزم ده كمان هتعمل سبريشن للنيتروفيل فانكشن والاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ايه هوبا بهدلني
ده مش كده وبس، انا طول النهار هعمل كلينشينج وهعمل بروكزيزم، ده مش كده وبس، انا برق الهيجين، انا مش فاضيه افكر في عمليه تنظيف سناني، انا بفكر في حاجات تانية. مش كده هدخن لاني متضايقه، مش كده هدخن، مش كده هطلع حاجه اسمها نيورو ترانسميترز. النيورو ترانسميترز دي عباره عن ايه؟ اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين والنيوروكاينين والسبستانس بي اللي هتاثر على الليمفوسايتس والماكروفاج والمونوسايتس، وهتعمل اميون سبريشن، هتعمل اميون سبريشن. ناخد النيوتريشنال ديس اوردرز. السؤال دايما بيقول لك هل النيوتريشنال ديفيشنسي هتاثر على البريدونشيم بشكل دايركت؟ لا، زيها زي الهرمون، تعمل موديفيكيشن بس ما تبداش الديزيز، ممكن تزوده تعمل له موديفيكيشن، ما تبداوش، عمرها ما تبداه، عمرها ما تبداه. طبعا النيوتريشنال مسؤوله عن الجروث والديفلوبمنت والميتابوليك اكتيفيتي، طبعا كل دي احنا عارفينها وعارفين قيمه النيوتريشن الكويسه، النيوتريشن المظبوطه اللي بيقول لك اصرف على 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 صحتك، ما تصرفش على المرض، يعني تاكل اكل صحي، تشرب ميه نظيفه، الحاجات دي مهمه جدا. طيب احنا عندنا فات سوريا بالفيتامينز الناس كلها عارفه، ووتر سوريا بالفيتامينز الناس كلها عارفه الكلام ده، وان الفات سوريا اللي هم اي ودي واي، والووتر سوريا اللي هم البي كومبلكس والفيتامين سي، وفي بروتين ديفيشنسي. طيب احنا ناخد الفيتامين سي اونلي، الفيتامين سي اونلي. الفيتامين سي ديفيشنسي والمعروف باسم السكيرفي، السكيرفي الاسكربوت بالعربي، ديفكت في فيتامين سي، بيقول لك لازم تاخد 45 ملي جرام فيتامين سي يوميا. احنا الحقيقه احنا ما عندناش في مصر نقص في فيتامين سي خالص، لان احنا عندنا البرتقال والليمون والفلفل، يعني في حاجات كتيره قوي فيها فيتامين سي في الاكل بتاعنا، فاحنا الحمد لله، والبقدونس والحاجات دي الحمد لله احنا ما عندناش نقص في فيتامين سي، نادر ان انت يبقى عندك حد شوفه نقص في فيتامين سي. طيب هو نقص فيتامين سي ده مهم؟ اه مهم. مهم ليه؟ الفيتامين سي ده بيخليه يفرز حاجه، يخلي الجسم يفرز حاجه اسمها هيدروكسي برولين. الهيدروكسي برولين ده حاجه مهمه جدا في انتاج الكولاجين، في انتاج الكولاجين، والكولاجين ده المركب الاساسي بتاع البريدونشيم وبتاع البلاد فيزلز، دي حاجه معروفه مش كده؟ دي حاجه معروفه. تمام، يبقى هو بيعمل ايه؟ بيأثر على الهيدروكسي برولين اللي بيكون الكولاجين، والكولاجين ده حاجه مهمه جدا في البريدونشيم وفي البلاد فيزلز اللي هي مهمه لنا بالنسبه لنا. طيب ايه مشكلته؟ هيعمل ايه؟ هيعمل جنجفايتس وبريدونتايتس. طب ايه اللي هيخليه يعمل جنجفايتس وبريدونتايتس والمنظر اللي انتوا شايفينه ده؟ المنظر اللي انتوا شايفينه ده ايه اللي هيخليه يعمل كده؟ اولا هو يعني بالعقل كده في ديفكت في الكولاجين، والبلاد فيزلز كلها كولاجين، فممكن يحصل ايه؟ بليدنج، فيحصل ان البليدنج ينفخ الجنجفا بالمنظر ده، يحصل لها ايه؟ انلارجمنت. طيب ادي حاجه عرفناها. طب وايه كمان؟ ده كمان بيأثر على الاوستيويد فورميشن، الاوستيويد تيشو ده اللي هو اللي قبل ما يتكون البون بيبقى فيه اوستيويد تيشو، فيحصل امبير للاوستيويد تيشو. طيب امبير الاوستيوبلاست اصلا فانكشن بتاعتها، امبير الكابيلاري امبيربابيلتي، يبقى ازاي السكيرفي او فيتامين سي ديفيشنسي هيأثر على البريدونشيم؟ عن طريق امبيرمنت فورميشن اند مينتنانس اوف كولاجين، امبيرمنت اور سيسيشن اوف اوستيويد فورميشن، امبيرمنت اوستيوبلاستيك فانكشن، وانكريز كابيلاري بيرمابيلتي. وختامها مسك السموكينج، دي اخر حاجه هناخدها في السيستميك فاكتور، السموكينج. الحقيقه السموكينج ريسك فاكتور اوف بريدونتال ديزيز، ريسك فاكتور للبريدونتال ديزيز. طبعا في هو مش ريسك فاكتور للبريدونتال ديزيز بس، على فكره ريسك فاكتور للكانسر، يجيب كانسر، لانج كانسر، الناس كلها عارفه الكلام ده، يعني مش هو بس عندنا بيمثل لنا احنا حاجات هنا لنا احنا، لا ده هو بيمثل حاجات كتير لكل البادي يعني. طيب هم عملوا احصائيات كبيره قوي، قال لك ان في كروس سكشن ستاديز كبيره قوي، كروهان ستادي وحاجات كبيره قوي، ستاديز كبيره يعني،
وقالوا ان السموكر فعلا بيؤدي الى حدوث بريدونتال ديزيز وجنجيفال انفلاميشن وبريدونتايتس جنجيفايتس. بس هم لاحظوا ملاحظه مهمه جدا لازم تعرفها، لاحظوا ان الناس اللي بتدخن ما عندهاش جنجيفال انفلاميشن، ممكن يكون عندها بريدونتال ديزيز بس ما عندهاش جنجيفال انفلاميشن، ولما تيجي تمشي بالبروب ما فيش بليدنج ان بروبنج، ما عندهاش بليدنج. ايه السبب؟ هم قعدوا يفكروا ايه السبب. هو السبب ان النيكوتين بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز، النيكوتين اللي موجود في السيجاره بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز، فالبلاد فيزلز ما بتجيش، فادام ما جاتش البلاد فيزلز يبقى فيش انفلاميشن. بس من ضمن الحاجات انها الوحشه اللي مش هتيجي البلاد فيزلز ما جاش او ما عملش انفلاميشن، بس في مساوئ تانية هتحصل، لان البلاد فيزلز دي اللي شايله الخلايا بتاعتي اللي بتدافع عني وشايله الاكسجين وشايله كل حاجه والنيتريشن وكل حاجه، مش كده؟ طب ازاي؟ انا بس عايز اقول حاجه مهمه، ان السموكينج مش بس بيأثر على البريدونتال ديزيز، ده بيأثر كمان على الريسبونس للبريدونتال ثيرابي. يعني لو عامل عمليه لواحد بيدخن العمليه مش هتنجح زي ما واحد ما بيدخنش. خلي بالكم النقطه دي، لو عامل امبلانت لواحد بيدخن، عشان كده احنا ما بنعملش الناس بتوع الدايبيتس بتوع الامبلانت ما بنعملهمش امبلانت، ما بيعملهمش عمليات قوي الا لو بطلوا تدخين، الا لو بطلوا تدخين وعملوا كنترول للدايبيتك الدايبيتس. تمام، يبقى احنا هنتكلم ازاي السموكينج بيأثر على البريدونشن. بيقول لك في ثلاثة ميكانيزم، اول ميكانيزم شفت ناحية الباثوجينيك بكتيريا، الميكروبيولوجي ميكانيزم، بيقول لك ان هم وجدوا في الشالو بوكيت كل الباثوجينيك بكتيريا، الفيوزو بكتيريا نيوكليتم، البي بروفيتيلا انترميديا، اترينيلا فورسيزيا، البي جنجيفاليس، والتربنيما تنتيكولا، كل الباثوجينيك بكتيريا لقوها في الشالو بوكيت. يعني الناس اللي جبنا 4 مللي هنا بوكيت و4 مللي هنا بوكيت، ده ناس ما بتدخنش وناس بتدخن، هتلاقي كل الباثوجينيك بكتيريا موجوده هنا بس مش موجوده هنا. الفورمر سموكر دول اللي هم بطلوا تدخين، على فكره اللي هم بطلوا تدخين. طيب كمان وجدوها في الديب بوكيت، يبقى هو هنا حصل ايه؟ شيفت ناحيه ايه؟ الباثوجينيك بكتيريا. يبقى هو مش عددي، مش رقمي او كوانتيتيف، لا هو كواليتي. النظريه الثانيه امينولوجي، بيقول لك المناعه بتاعتي مع السموكنج بتتغير، بيقول لك النيتروفيل ولا عندها كيموتاكسيز ولا فاجوسايتوزيس ولا كيلينج اوكسيديتيف، ايه كيلينج ما عندهاش، فقدت التلات وظايف دول، مصيبه. ده كمان الامينوجلوبولين ما بتنتجش، وخصوصا الامينوجلوبولين جي، فاكرين الامينوجلوبولين جي ده ايه؟ الاف سي بورشن اللي بيحدد نوع الايه؟ الانتي بادي، فاكرين الامينوجلوبولين، وده الحته اللي بيعمل ايه فيها بايندنج للايه؟ للمايكرو اورجانيزم، وفي هنا ريسبتورز على الخليه، فبتقف دي وتمسك المايكرو اورجانيزم بيعمل زي ايه؟ اوبزونايزيشن، مش كده؟ ده الامينوجلوبولين جي ما بيتكونش، مصيبه ثانيه. طب ايه كمان؟ التيومر نكروز فاكتور الفا زايد جدا، ده سايتوكاينز مش كده فاكرين؟ وبيعمل ديستراكشن، احنا خدنا الكلام ده مش كده؟ تمام. النيتروفيل بتزيد قوي، وبتنتج الالاستيز والماتريكس الميتالوبروتينيز كتير جدا، يعني النيتروفيلز بتنتج الالاستيز والماتريكس الميتالوبروتينيز. انتوا فاكرين زمان لما قلنا الماتريكس البكتيريا بتشغل الخلايا ان بطريقه اندايركت انها بتعمل ديستراكشن، فاكرين؟ فاكرين الكلام ده كله؟ بتخلي بقى الخليه تطلع الاستيز والماتريكس ميتالوبروتينيز كتير قوي، تكسر تعمل ديستراكشن للتشو. كمان البروستاجلاندين بيطلع عن طريق المونوسايدز ان ريسبونس لللايبوبوليساكرايد كتير جدا، والبروستاجلاندين هتكون اتكلمنا عنه وقلنا ان هو حاجه مؤذيه. اخر حاجه فيسيولوجي ميكانيزم، بيقول لك ان الانفلاميشن قليل جدا في السموكينج بيشنت. طيب احنا عرفنا ليه؟ لان النيكوتين اللي هو موجود في السيجاره بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز، وبرضك لما تيجي تدي حقنه بنج انستيزيا للبيشنت، الريكفري من لوكال انستيزيا بياخد وقت طويل جدا، لان برضك النيكوتين عامل فازو كونستريكشن للمكان دوت.
درجة حرارة التمبريتشر بتاعت الساب جينجيفال تمبريتشر بتقل. واحنا قلنا ان من ضمن الحاجات الكويسة اللي موجودة ان درجة حرارة جسمي 37 ما يعيش فيها المايكرو أورجانيزم، فاكرين؟ فالدرجة حرارة قلت فالمايكرو أورجانيزم تعيش، دي حاجة من الحاجات الوحشة برضك اللي في السموكينج. كمان الجينجيفال كاليفيكرا فلويد بيقل والبليدنج اون بروبنج بيقل. طب ما الجينجيفال كاليفيكرا فلويد لما يقل ده حاجه ديفنس ميكانيزم ليا، فاكرين اللي فيه الليكوسايدز والحاجات الانتي بكتيريال، ده كان حاجه كويسه، ده قل، ده دي برضك حاجه مش كويسه. الاكسجين كمان كونسنتريشن بيقل في حالات السموكينج عن النون سموكينج، ودي كلها حاجات مش كويسه. يبقى السموكينج عنده ثلاث مشكلات. ايه هما الثلاث مشكلات بتاع السموكينج؟ شفت ناحيه الباثوجينيك بكتيريا، مظبوط كده. كمان النيتروفيل مش شغاله، الايمينوجلوبولين جي ما بيطلعش، التيومر كروس فاكتور الفا زياده، البروستاجلاندين زياده، يعملوا ديستراكشن، سيتوكاينز يعمل ديستراكشن، النيتروفيل بتكون الاستيز ماتريكس نيتروفيلز كتير جدا. كمان عندهم فيسيولوجيكال ميكانيزم الجينجيفال كلافيكرا فلوت قليل، بتقل درجه حراره السب جينجيفال تمبريتشر، بتقل الريكفري من لوكال انستيزيا، الاكسجين كونسنتريشن قليل، كمان الساينز بتاع الانفلاميشن اقل في السموكينج بيشنت. شكرا لحضراتكم، ودي كانت اللوكال سيستميك بريز بوزنج فاكتور، السيستميك اقصد بريز بوزنج فاكتور مش اللوكال، واتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا الدرس. اشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله. الان يو جي الاكيوت نيكروتايزنج ارستاتيف جينجيفايتس. سلام عليكم.